Et on commence. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لكل المشاركين معنا في هذه الحلقة حول آلة عود الرمل. بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى العربية، تنظم جمعية روافد موسيقية وتخت التراث محاضرة بعنوان بعث آلة عود الرمل في المغرب، الأصول النظرية لآلة عود الرمل، مع عبد العزيز بن عبد الجليل الباحث في الموسيقى التراثية، يشغل منصب نائب رئيس المجمع العربي للموسيقى، وله إصدارات مرجعية في تاريخ الموسيقى الأندلسية المغربية. قصتي مع عود الرمل المغربي مع الصانع الفرنسي كريستيان رو، باحث متخصص في ترميم وصناعة الآلات الموسيقية الوسيطية. من بين إنجازاته ترميم آلة عود الرمل المغربي. صناعة الآلات من فصيلة عود الرمل مع الصانع المغربي الأستاذ خالد بالهيبة، الذي تعلم على يد أبيه الأستاذ حسن، وعزف بأعواده أكبر الفنانين بالمغرب وعلى رأسهم المرحوم سعيد شريبي. مراحل بعث عود الرمل في المغرب مع عمر المتيوي، دكتور صيدلي من مدينة طنجة، باحث موسيقي وفنان يعزف على آلة العود ورئيس لجمعية روافد موسيقية. المحاضرة من تأطير الدكتور عبد الرحمن كزول، دكتور مهندس في اتصالات بباريس، مؤسس ومدير تخت التراث للموشحات، مؤسس منتدى التراث للحفاظ على الموروث الفني العربي. عمر لك الكلمة. شكرا سيدي عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأساتذة الأجلاء، أيها المتتبعين الكرام، أيها الولوعون والولوعات، باسمكم جميعا أتقدم بخالص الشكر والامتنان للمجمع العربي للموسيقى الذي أعطانا فرصة الاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى العربية. وبهذه المناسبة الطيبة التي نتمنى أن تصبح تقليدا في جل الأقطار العربية أو كلها، سوف نحتفي بجزء من تراثنا الموسيقي العريق الضارب في عبق التاريخ. الشكر موصول كذلك لكل الأساتذة الأجلاء الذين استجابوا للدعوة وأبوا إلا أن يشاركوا لنا أبحاثهم وخبرتهم وعلمهم في موضوع الليلة، بعد آلة العود الرمل في المغرب. تجدني جد سعيد بهذا اللقاء الذي يجمع بين دقة العلم وأسرار الفن، وبين النظرية والتطبيق، وبين المعاصرة والتقليد. وكما قلنا سابقا، ستريد المداخلات مرتبة على النحو التالي: سيدي عبد العزيز بن عبد الجليل، أستاذ الجليل، الأصول النظرية لآلة عود الرمل، كريستيان غو في قصتي مع عود الرمل المغربي، خالد بالهيبة صناعة الآلات من فصيلة عود الرمل، وعبد ربه في مداخلة عنونتها بمراحل بعث آلة عود الرمل في المغرب. إذن بعد المداخلات سنفتح المجال للمناقشة المتزنة باختصار شديد حتى نتبع فقرات هذا السمر بالعرض الموسيقي نوبة تروبادور، وهو عرض لفرقة روافد موسيقية التي أتشرف بتسييرها وبمشاركة الفنانين الإسبانيين إدواردو بانياغوا وسيزار كاراسو. فإذا لتأطير هذه الجلسة العلمية والروحية، حاضر معنا الدكتور سيدي محمد كزول الذي يحمل مشروعا جميلا لإحياء الموسيقى العربية في العالم، انطلاقا من موقعه الإلكتروني آخ يونيون ومن عاصمة الأنوار باريس. وشكرا. إذن الكلمة لك أستاذي سيدي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. شكرا إلى الإخوة جميعا، شكرا للأستاذ الدكتور سي عمار متوي رئيس جمعية روافد، الذي أبى إلا أن يساهم
مساهمة فعالة في برامج الاحتفاء بيوم الموسيقى العربية. يشكل النظر في الآلات الموسيقية منفذاً لمعاودة النظر في القواعد المنظرة للموسيقى الأندلسية، وقد ارتبط العود بالحركة الموسيقية في الأندلس منذ بدايتها وواكب تطورها، وعد دون منازع أقدمها استخداماً في هذه الموسيقى. ولمكانة هذه الآلة في الجوق الأندلسي فقد اعتبر بمثابة الأرضية الأساس لبناء النظرية الضابطة لموسيقى الآلة، يتطور بتطور نظريتها وتنفسح إمكاناته التعبيرية بانفساح سبل صناعته وتركيب خاماته. ونستطيع الوقوف على مواصفات عود الرمال الذي هو موضوع هذه الندوة من خلال ما بثه محمد البعصامي في رسالته الموسومة بإيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع، وهو مخطوط مودع بالخزانة الملكية ضمن مجموع يحمل رقم 11333، وهذه صورته، صورة غلافه. علي شوية عزيز. واضح؟ واضح. والرسالة هي ذاتها ما أودعه الأديب محمد بن الطيب العالمي في ترجمته للبعصامي في كتابه الأنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب. وقبل النظر في المواصفات، هذه المواصفات تجدر الإشارة إلى أن البعصامي هذا كان من كبار أعلام العهد العلوي، عاصر السلطان العلوي المولى إسماعيل وابنه المولى عبد الله، وكان من جملة شعرائه بعد بيعته الأولى عام 1141 هجرية، أي 1141 هجرية، كما كان من بين المدرسين بالجامع الأعظم بمكناس الذين يستفيدون من المرتبات الحبوسية لعامي 1149 و 1150. عاصر جملة من أعلام الفكر والأدب بالمغرب ومن بينهم العالمي هذا المذكور، فأملى عليه دروسا في الموسيقى هي ذاتها محور الترجمة التي خصه بها في أنيسه في كتابه الأنيس المطرب. وقد حل العالمي شيخه بترجمة إنضافية، فذكر أنه رحل إلى المشرق حيث أخذ علوم العربية حتى بلغ درجة فاق بها معاصريه ونودي باسمه فارتفع بالإفراد والعلمية، كما أخذ علوم المنطق والبيان والتفسير، وأصبح له في مجال الشعر ضلع ضليع. ويضيف العالمي أنه أخذ علم الموسيقى بين هلالين، عبارة العالمي يقول فيها قراءة وإجازة عن عدة أشياخ من علماء مصر القاهرة، وشهدوا له فيه بالتقديم حتى أتى في الموسيقى بكل خارق وأنسى ذكر الموصلي ومخارق، وأصبح له في هذه الصنعة قدم راسخة يعني مكينة شامخة. انتهى كلام العالمي. وبالنظر إلى أن العالمي هذا توفي عام 1134 هجرية، أي بالمقابل 1722 ميلادية، وعمره دون 20 سنة، فإننا نخلص بالتأكيد إلى أن البعصامي أملى عليه رسالته قبل هذا التاريخ، أي قبل 1134، قبل 1722. وفي ذلك ما يفند ويرد على ما زعمه هنري فارمر المستشرق الإنجليزي، واهماً أن رسالة إيقاد الشموع ترجع إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر، وأن البعصامي نقلها من مصدر سارق. هذا كلام فارغ لا معنى له، لأن لست أدري من أين استنتج هذه الاستنتاجات العالم البريطاني هنري فارمر، ولكنه على كل حال مخطئ في هذه المسألة.
فإذا العلمي عاش في أيام مولاي إسماعيل، وهو الذي أملى رسالته على تلميذه محمد الطيب العلمي. ومحمد الطيب العلمي توفي 1134 1722، فإن نحن في القرن الخامس السادس عشر أو الخامس عشر. وبالنظر إلى أن العلمي كما قلت عفوا إذا البعصامي قال يقول الطغمي إنه نقل مصدر آخر، تقوم رسالة البعصامي على مدخل فمقدمة يتلوهما قسمان، وهو يعرف في المقدمة علم الموسيقى فيقول إن هذا العلم يسمى بعلم النسب النسب التأليفية، وهو من العلم الرياضي الطبيعي، وحقيقته علم بأصول يعرف بها التعليم وكيفية تأليف الألحان بعضها من بعض، وفائدته بسط الأرواح وقبضها. أما القسمان فقد خص ثانيهما بديوان الأشعار المغنات على عهد المؤلف، وهو يحتل الجزء الأول الجزء الأكبر من الكتاب، فيما يشغل القسم الأول من الرسالة وهو محور هذه الدراسة 4 صفحات فقط، تحوي الدروس الموسيقية النظرية التي كان البعصامي يلقنها لتلامذته ومن بينهم محمد بن طيب العلمي. وما دمنا قد أشرنا إلى القسم الثاني الذي يحتوي على المستعملات الغنائية، فينبغي أن نشير إلى أن هذا القسم هذا الديوان يرجع إلى ما قبل عهد الحيك بحوالي قرن من الزمن. تتناول هذه الدراسة موضوعات متعددة، محورها جل محور جلها الأساس هو آلة عود الرمال. أنا أتحدث عن الدراسات التي قدمها البعصامي كدروس أملاها على تلامذته ومن بينهم العلمي والمؤلف، وإن لم يعين عوده بهذه التسمية، وذكر العود ولكن لم يسميه بأي اسم من الأسماء، فإن سائر المواصفات التي حلاه بها تدل بما لا يدع مجالا للشك على أنه يقصد عود الرمال الذي نحن بصدد الحديث عنه. أما الموضوعات الأخرى التي تطرق لها في القسم الثاني فهي معرفة النغمات الثمان، ترتيب النغمات الثمان، مواقع الضرب والدس على العود، تسوية العود، الأبعاد الموسيقية، ترتيب أوتار العود، الطبوع، الأصول والفروع، علاقة الطبوع بالطبائع، شجرة الطبوع. وتعلن هذه الدروس عن رغبة صاحبها في تأسيس أسلوب جديد في التعليم الموسيقي بمغرب العهد الإسماعيلي، وهو أسلوب ينهض على طريقة خاصة تجمع إلى حداثة المعارف التي يقدمها نهجاً مبتكراً يعتمد على طرح القاعدة النظرية كأرضية ضرورية لتطوير العملية التربوية وقبل الدخول في مرحلة التطبيق العملي. وعندما نقارن أسلوب البعصامي بما كانت عليه طرق ومناهج التعليم تعليم الموسيقى الأندلسية بالمغرب أو بالأندلس، نكاد نجزم أنه يشكل حلقة يتيمة في مسلسل عملية التعليم الموسيقي بهما. فلا هو يجد ما يذكرنا بطرق زرياب وابن باجة وابن جودي ومن تلاهم من رجال الفن، ولا هو يأخذ بطريقة الترجيع والتوسيد التي يعتمدها ملقن المستعملات الموسيقية اليوم كوسيلة لترسيخ اللحن والإيقاع لدى المتعلمين، والتي لم تستطع حتى معاهد التعليم الفني ذاتها أن تجد لها بديلا. إن مجمل النغمات التي عليها مدار الألحان عند البعصامي 8، وهي التي يأتي ترتيبها على أوتار العود بشكل تدرجي، وقد أطلق عليها أسماء الحروف 8 التالية أ ب ألف ب جيم دال هاء واو جاي حا. فقابل حرف الألف بنغمة الديل ضو وجعله اسما لمطلق هذا الوتر، وقابل حرف الباء بالمايا غي وجعله اسما لمطلق وترها، والجيم بنغمة المايا أيضا مع دسها بالسبابة مي، والدال بالمايا أيضا مع دسها بالبنصر فا، وقابل حرف الهاء بنغمة الرمال سول وجعله اسما لمطلق وتره عريان، وقابل حرف الواو بنغمة الإحسين لا وجعله اسما لمطلق وتره
والزاي بالحسين مع الدسي بالسبابة سي والحاء بالحسين مع السي بالبنصر ضو الجواب. وإذا كان البعصامي في توظيفه للحروف الأبجدية كرموز لدرجات الديوان الموسيقي قد استفاد من المدرسة المشرقية، فإنه يعري هذه الحروف عن مدلولاتها الأولى ويخضعها لمقتضيات السلم لمقتضيات سلم الطبع الأندلسي، وبذلك فهو يختلف عن الكندي الذي جاءت رسالته لتعكس النظرية الفيثاغورية في تشخيصها للسلم الملون الكروماتي القائم على توالي أنصاف الأبعاد الطنينية، مثل ما يختلف عن الأرموي الذي تعكس نظريته طبيعة المقام العربي الإسلامي في القرن السابع للهجرة 13 للميلاد، والذي أصبحت معه استحداثاته العلمية تحمل ملامح المقام لدى الشعوب التركية، حيث تتوالى أنصاف الطنين وأرباعه في سياقات معينة، بل إنه تنكب طريقة ابن باجة عندما تخلى عن المصطلحات التي أطلقها على أوتار العود، وهي البم والمتنى أو المتني والمتلت والزير، واستبدلها بأخرى هي الدين والحسين والمياء والرمال، ورمز لها بأربعة حروف تضمها كلمة تحمر. طبعا هناك جدول لا حاجة إلى قراءته، هذه صورة له. بعد ذلك نشير إلى أن هذا الترتيب الذي وضعه البعصامي يقتضي أن يقوم توالي الأوتار على تعانق خامستين تامتين، أولهما خارجية طرفاها الوتران الأول والرابع ضو صل، والثانية داخلية تقع بين النغمتين الثانية والثالثة لا غي، مع طبعا مع قلب لغوزيسمون مع قلب البعد غي لا، باعتبار ارتفاع نغمة الحسين عن المايا. هكذا إذن أصبحت الحروف الثمانية لدى البعصامي ذات مفاهيم مغربية محلية صرفة تلائم طبيعة السلم الذي يسود الطبوع الأندلسية المغربية. وينبغي ملاحظة أن ابتكارات البعصامي جاءت في سياق الاهتمام الموجه إلى تنظير الموسيقى المغربية، ولا سيما منها الموسيقى الأندلسية، وهو اهتمام اتسم بالإبداع مهدته محاولات رائدة أنجزتها فئة من حبلة الثقافة المغربية في العهد العلوي الأول من قبيل منظومة الطبوع للفقيه عبد الواحد بن يحيى الونشريسي، التي تتطابق مع واقع موسيقى الآلة بعيداً عن الانسياق وراء ترجيع القواعد المنظرة للموسيقى الشرقية. ومن خلال الجدول الذي رسمناه يتبدأ أن قدماء العوادين المغاربة كانوا يستخدمون أصبعين فقط لإخراج النغمات من أوتار عود الرمال، هما السبابة والبنصر فقط، أما الوسطى والخنصر فلا. وقد كان عود الرمال قيد الاستعمال بالمغرب قبل عهد الحماية، وغير بعيد أن يكون استعماله حتى قبل العهد الإسماعيلي. يدل على ذلك رسالة البعصامي التي تتحدث عن مواصفاته الفنية، ونعتقد أنه شكل الآلة المأثورة في مرافقة إنشاد مستعملات الآلة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، واستمر رفيق الأجواق حتى مشارف العقد الرابع من القرن الماضي. يدل على ذلك أكثر من شاهد، لعل أقواها أثرا، أنه كان الآلة التي استخدمها الفنان الرباطي حبيب بركو ضمن الجوق المغربي الذي شارك في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932. ويرى بعض الباحثين أنه اختفى في المغرب بفعل الانتشار التدريجي للموسيقى الشرقية في البلاد مع بدايات ثلاثينيات القرن السابق، ليقوم مقامه العود العربي ذو الأوتار الخمسة. وقد
عرف هذا العود في فترات شيوعه في البلاد، عرف هذا العود يعني عود الرمال في فترات شيوعه في البلاد بأكثر من اسم واحد، فهو آنا العود العربي، وطورا العود الرباعي. على ذكر العربي، هذه التسمية مشتركة بين المغرب وتونس، وما أيضا في تونس يقولوا العربي، وطورا يسمى الرباعي، وهي إشارة واضحة إلى عدد أوتاره الأربعة، وأحيانا أخرى يسمى عود انقلاب، وأنا لست أدري، يجب أن نبحث لماذا يسمى عود الانقلاب والعود السويري. ولعل هذه التسمية الأخيرة بأن لعل في هذه التسمية الأخيرة ما يدل على شيوع صنعه في أوساط ممتهني صناعة خشب العرهار بمدينة الصويرة التي اشتهرت بأجواق الطرب الأندلسي ومن بينهم يهود المدينة، على أن أكثر هذه الأسماء شيوعاً هو عود الرمال، ومن مميزاته خفة وزنه وصغر حجمه والشكل البيضاوي لصندوقه مقارنة مع العود الشرقي. تحمل هذه الآلة اسم العود العربي في كل من تونس وقسنطينة شرقي الجزائر، وتحمل اسم القويترا في العاصمة الجزائرية وفي تلمسان، وهو العود المفضل في مالوف قسنطينة بشرق الجزائر، وهو في هذه المناطق كلها يحمل نفس المواصفات، مواصفات عود الرمال، التي تميزه عن العود الشرقي على مستوى الصناعة ومستلزماتها. وبعد، فإن لنا أن نقول جازمين بأن عود الرمال من ابتكار المغاربة وإبداعاتهم، وأن إنجازه لا يقل طرافة عن ابتكار الأندلسيين للموشح، وإن من حسن حظ البحث العلمي أن تكشف بيبلوغرافية الخزانة الملكية عن رسالة إيقة الشموع لمحمد البعصامي، وهي التي أنجزت بحمد الله وبعونه تحقيقها في هذا الكتاب. وإن من حسن حظ البحث العلمي أن تكشف بيبلوغرافية الخزانة الملكية عن رسالة إيقة الشموع لمحمد البعصامي، فيتبدى أنها تشكل المصدر المغربي الفريد الذي يعرف بهذه الآلة وبطريقة تصميمها واستخدامها. حتى النسخة الموجودة في الخزانة الملكية هي الوحيدة وليس لها ثاني. وبذلك فهي بالإضافة إلى قيمتها المرجعية تؤكد الحقيقة التاريخية التي ألمحنا إليها من قبل، وهي أصالة عود الرمال في التراث الموسيقي المغربي. وشكرا. شكرا الأستاذ عزيز بن عبد الجليل على هذه التوضيحات. والآن نعطي الكلمة إلى الصانع الفرنسي كريستيان رو. أتوا كريستيان رو. Et merci Abdel Rahman. Juste pour une petite intervention, je m'excuse parce que je n'ai pas osé déranger le docteur Abdelaziz concernant son speech en arabe. Mais en résumé, il a parlé du fameux livre qui a été, enfin, c'est un document plutôt qui s'appelle Iqad Shumu al-Ilad al-Masmu' bin-Naramat al-Tawbur. Et lui, il a fait l'étude de ce livre. De ce document, et d'ailleurs ce document il est à la disposition des gens qui sont intéressés, il est écrit en arabe, et dans l'introduction il a été fait par Mohamed Ben Sherif, qui était un membre de l'Académie royale, et puis quand Monsieur Ben Abdelhadi présente le livre, il dit que ça a été fait, l'étude de ce document, il a été fait, il y a deux parties, deux écritures, et dont une écriture qui était un peu pas très, très, très joliment présentée, et une autre écriture qui était bien présentée, qui présente l'écriture plutôt andalouse et marocaine. Ça, c'est un petit résumé de ce que j'ai capté, mais le livre, il est immense, et la recherche de Monsieur Ben Abdelhadi, qui est aussi immense que le livre,
Ça mérite d'être traduit en français, mais est-ce qu'on peut le faire? Ça, il faut voir avec Ibn Abdelgalil qui est le maître suprême dans ce domaine, quoi. Voilà, volontiers, volontiers. Merci, si Mohamed Smij, à la tawdihat ou à la tarjama. Est-ce que je peux poser une question ou après? On avait dit toutes les questions après Mohadara. Parce que c'est assez condensé. D'accord. On passe à Christian. Oui, bonsoir à tous, merci. Je ne sais pas, vous m'entendez bien, c'est parti? Très bien, très bien. Ok. Bon, mais je voulais simplement dire que, en fait, j'ai découvert et arpenté le Maroc depuis les années 1972. Ça fait presque un demi-siècle. Aujourd'hui, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'immédiatement j'avais eu un véritable coup de cœur pour le Maroc, la beauté de ce pays, pour les Marocains, leur sens de l'accueil, leur ouverture d'esprit, et pour leur musique. Ça, c'était en 72. En 77, je sortais de l'école de Crémone en Italie, où j'ai appris le métier de luthier, et tout de suite, je me suis... Ah, faut peut-être que je laisse du temps pour traduire, pardon. Non, c'est bon? Je ne sais pas comment on fait, là. Je pense que toute la population est francophone. Ouais. Bon. Je n'ai pas vu d'oriental, quelqu'un de l'Orient, mais... يمكن أستاذ سميج مرة ترجم ملخص يكون أفضل. D'accord, c'est la première des choses, c'est la présentation de Monsieur Roux, Christian Roux, qui dit les diplômes qu'il a obtenus. C'est Mohamed Smeij, je suis en train de penser en français. Ah, pardon, j'étais dans le mauvais sens, quoi. Mohamed Smeij, auto-reverse. Attends, si tout le monde comprend, si ça va marcher. Alors, madera, les فقط les غير الناطقين بالفرنسية فالأستاذ كريستيان رو أتى بتقديم لشخصيته في ميدان صناعة الآلات الموسيقية، وهو أستاذ متخرج من المدرسة الإيطالية لصناعة الآلات الموسيقية، وبعد ذلك سيقدم شيئا فشيئا، وسأحاول أن أقوم بالترجمة على التوالي. معذرة للكلام بالفرنسية. ميرسي. سيد الرئيس إذا سمحتي، واش ما معناش الأستاذ أسعد قريعة؟ أنا كنشوف صورة، واش حضر معنا الأستاذ قريعة وسعد من تونس؟ شفت صورة ولا غابت عليا الآن؟ ما كانش أستاذ قريعة. لا ما شفتوش، كان معنا الأستاذ رضا عباس مدير. هذا الفون 06611، شكون هذا السيد؟ ماشي سعد قريعة؟ والله بون 06611 سي سعيد مسكان. سعيد، سبحان الله. مساء الخير. مساء الخير، لاباس عليك. مرحبا بك. انت لاباس بك. مرحبا بك. بارك الله فيك السيد. الله يبارك فيك السيد. Christian, vas-y. Ouais, j'ai peut-être dépassé les 25 minutes si on fait comme ça. Hein. Voilà, donc on va laisser la traduction à la fin. Voilà, je donne mon texte en français alors. Hein. Donc voilà, je sortais donc d'Italie en 77 et tout de suite je me suis intéressé aux instruments anciens occidentaux, et en constatant que on savait très peu de choses, qu'il y avait c'était un embrouillamini, c'était très compliqué, que les choses n'étaient pas claires, et donc je me suis attelé très tôt à essayer de comprendre les instruments anciens occidentaux, en tout cas européens. Mais si on veut comprendre les instruments occidentaux européens, à partir du XIIIe siècle, en gros, on peut difficilement faire l'impasse sur tout ce qui s'est passé à l'Andalous. Et j'ai commencé à m'intéresser de très près à l'Andalous. Pour nous, de notre côté, c'est à travers notamment les Cantigas de Santa Maria,
qu'on a une iconographie colossale et des éléments d'information importants. Et ce que j'ai pu en tirer, c'est 1000 choses, mais c'est que l'instrumentarium, les instruments de musique occidentaux, chrétiens, ont reçu beaucoup des instruments de musique et des pratiques musicales, je vais dire plus orientales, bien qu'on soit au Maghreb, pardonnez-moi, mais je sais, plus musulmanes, voilà. Mais que ça s'est passé aussi dans la réciprocité et que, comment dire, c'est une période à partir de laquelle les Occidentaux, les chrétiens commencent à s'intéresser au oud quand ils découvrent avec quelle virtuosité elle est jouée de l'autre côté de la Méditerranée, ou plus exactement à l'Andalous. Et de l'autre côté, les Andalous découvrent avec quelle virtuosité et quelle subtilité les chrétiens jouent des instruments archets. Et c'est dans ce cadre-là que à l'Andalous va être intégré pour la première fois un instrument archet dans la musique savante digne des palais, le rebeb andalou, alors que le rebeb souci, le rebeb ordinaire, j'allais dire, était réservé jusqu'à présent aux bergers ou aux basses couches de la société, et à l'inverse que nous allons nous réintéresser aux cordes pincées et développer le luth avec vous, la guitare, la citole, etc. Donc c'est dans cette mouvance intellectuelle de compréhension de l'histoire de nos instruments que j'ai rencontré en 1990 Marcel Pérez, qui est un musicien pour nous de musique ancienne très important, qui s'est beaucoup intéressé aussi aux musiques aussi bien byzantines que musulmanes, et qui travaillait avec la Fondation Royaumont. Et en duo avec Marcel, nous avons commencé à mener beaucoup de projets de recherche, de colloques, de construction d'instruments, de concerts, d'éditions sur les périodes qui allaient du Moyen-Âge à la Renaissance. Alors, je vais faire la petite manip pour arriver à partager l'écran. Voilà. Et tout ça pour vous dire que en 1999, je pense que aucun de vous ne l'ignore, le Maroc était l'objet de une très grosse opération franco-marocaine. Le Maroc, c'était l'année finalement du Maroc en France. Pour préparer, la Fondation Royaumont et particulièrement Marcel Pérez ont été chargés d'une très grosse opération qui tournait autour de la musique avec les moyens pour faire des recherches et pour faire des propositions musicales, pour travailler avec les Marocains, aussi bien en ce qui concernait les luthiers que les musiciens. Donc, dès 1997, nous avons mis en route un programme d'études sur les instruments anciens arabo-andalous et sur l'ensemble des instruments arabo-andalous, mais je vous précise tout de suite que moi, je me suis tout de suite beaucoup plus intéressé aux instruments à cordes, puisque c'était ma spécialité, le roubab et le oud ramal. En même temps, naissait une idée, dans le cadre de l'opération l'année du Maroc en France, une idée de coopération entre les facteurs, les luthiers marocains, qui étaient les héritiers potentiels de toute une tradition ancienne. J'ai commencé avec mon ami Marc Loupuit, qui parle différents berbères et l'arabe parfaitement, qui est lui-même musicien et oudiste, je pense, relativement connu et reconnu. Nous avons commencé les premières recherches pour retrouver des luthiers au Maroc qui puissent nous éclairer sur les réalités du oud ancien, du oud ramal et du rabab. Et en fait, il s'est avéré qu'aucun constructeur de ramal ne pratiquait, ne fabriquait des ramals au Maroc à cette époque. Enfin, on était en 99, 97, 98, 99, et nous n'avons trouvé aucun luthier qui connaissait suffisamment le ramal pour nous dire « voilà comment on le fait, voilà quels sont les principes, voilà, etc. » Par contre, nous avons trouvé quelques facteurs qui s'intéressaient encore ou qui fabriquaient encore des rebabs andalous.
Et d'ailleurs, le luthier Majoub Zaïda, malheureusement aujourd'hui décédé, a accepté une commande personnelle de ma part d'un oud ramal. Et moi, je voulais voir ce qu'il allait nous faire avec. Parallèlement à ce travail au Maroc, sur place avec les luthiers marocains, Madame Omo Lechner pistait tous les musées du Maroc pour essayer de repérer les instruments qui étaient intéressants. Nous, bien sûr, dans le cadre de l'opération, nous avons apporté tous ces instruments à Paris, à la Fondation Royaumont, et nous avons commencé leur étude, mais également leur restauration pour les remettre en état de présentation, à défaut de pouvoir les mettre en état de jeu. Lors de ces études, j'ai moi réalisé les plans des plus beaux exemplaires de oud ramal et de quelques rababs, plans que vous pourrez retrouver en haute définition et à l'échelle 1 dans le site de notre rencontre, là, sur autour du oud ramal, de façon à ce que tous les luthiers, que tous les musiciens puissent récupérer ces plans et les utiliser dans leurs ateliers et ainsi diffuser ce que nous avons pu comprendre, en tout cas ce que j'ai pu comprendre de ces instruments, traduits d'une façon très claire pour un facteur. Parallèlement à tout ça, nous avons rédigé le catalogue de l'exposition que vous connaissez probablement, ou en tout cas qui a beaucoup circulé au Maroc. Donc le catalogue avec tous les éléments historiques que nous avons pu retrouver. Et en juin, s'est ouvert l'exposition à Royaumont avec tous ces instruments restaurés. Et dans l'été de cette année 99, j'ai convoqué un colloque réunissant tous les gens qui avaient des connaissances sur ces instruments. Le titre du colloque, c'était « L'instrumentarium arabo-andalou, influence et confluence », où étaient présents, entre autres, si mes souvenirs sont bons, Ahmed Aïdoun, il y avait Mahmoud Guettat, il y avait Abdelilah Ben Arafa de Rabat, il y avait Atem Twil de Enemja Ezara, Roma Escalas, qui était le patron du musée de la musique de Barcelone, Amnon Chiloa, le musicologue que vous connaissez certainement tous, qui travaille à l'université Christian, en Israël, Marc Loupuit, qui m'avait donc accompagné pendant le périple, Carlos Paniagua, mais naturellement aussi, il y avait Omar Metioui, Khalid Belahiba, etc. Alors, je vais voir comment je peux passer à la diapo suivante. Tu peux m'aider, mon fils ? Regarde comment je passe à la diapo suivante. Ah, génial. Alors, en 1999, lors de toutes ces rencontres que j'ai eues avec luthiers, naturellement, j'ai découvert, Khalid, qui était le premier d'entre eux, et nous avons beaucoup échangé, partagé aussi bien techniquement qu'humainement, ça n'a été que du bonheur. Et au bout de plusieurs rencontres, je me souviens, Khalid vous racontera peut-être mieux que moi, ma mémoire n'est pas toujours exacte, enfin toujours parfaite, mais je me souviens qu'il y avait Khalid, il y avait aussi Saïd Chraibi dans son atelier, et un ami qui arrivait avec un grand sac poubelle dans lequel il y avait, aux surprises, un oud ramal dans un état absolument déplorable, mais un oud ramal authentique, ancien, dans son jus, qui n'avait jamais été modifié ni transformé. Alors, quand je découvre ça, naturellement, je suis émerveillé, etc. Ça les amuse beaucoup. Et je leur dis, mais attendez, mais on va le sauver, ce truc-là. Là. Il va marcher, on va le faire marcher. Et alors, ils doutaient un peu de ce que c'était possible. Hein. Et voilà. Voilà l'état dans lequel il était. Voilà. Or, il se trouve que en 2000, j'organise dans le cadre des rencontres avec les luthiers marocains et de leur, des échanges possibles entre le nord et le sud de la Méditerranée, de nos savoir-faire réciproques, de notre passé commun, de notre passé partagé pendant des siècles. J'organise les premières rencontres
entre des luthiers marocains et des luthiers français. Il y avait aussi des Suisses, il y avait un qui travaillait en... Bon, il y avait différents luthiers, pas seulement français, mais on va dire d'Europe. Et lors de ces rencontres, voilà, les participants de la première rencontre qui s'était déroulée au musée de Marrakech, au musée Omar Benjelloun, vous allez en reconnaître un certain nombre d'entre vous, que ce soit musicien ou que ce soit luthier. Et voilà l'état dans lequel était le Oudramal. Alors ça, c'est une fois le chevalet décollé. Et en fait... Je renforce les pièces qui existent et je refais une table. Je rebarre la table à l'identique. La rosace était cassée. Donc, alors, ça passe pas bien les diapos. Voilà. Je prépare une rosace en remplaçant les morceaux qui manquaient et je réintègre la rosace dans la nouvelle table saine du même bois que... Voilà ce que ça a donné une fois réparé. La caisse elle-même était décollée de partout, cassée, il y avait des manques, elle était mangée au verre, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça passe très mal les diapos, mais voilà. Il a fallu dégager tout ça parce que c'était abîmé, donc préparer une pièce et remplacer ce morceau. Également, tout ce qui était filet, qui était... partie cassée, décollée, etc., a été refait, tout comme les marqueteries. Voilà les filets encore qui sont remis en place. Alors, voilà. Là, il manquait des pièces de nacre, il manquait des pièces d'os, il y avait un morceau de bois qui était cassé, etc. Donc, il a fallu refaire tout ça. Les contre-éclisses étaient cassées, décollées, bouffées au verre. Donc, il a fallu également... les remplacer, réparer, puis tabler, remettre la nouvelle table, avec le chevalet original, la rakma, dont il manquait beaucoup, a été complétée, et en gardant bien sûr le maximum d'éléments originaux. En ce qui concerne le chevillet, il manquait la volute du bout, enfin l'extrémité du chevillet, et il était complètement fendu, ce qui fait qu'il ne pouvait pas supporter les chevilles. Donc j'ai monté à l'intérieur une joue, on appelle, c'est-à-dire un renfort intérieur qui a permis de remettre des nouvelles chevilles et puis ensuite préparer la pièce qui manque pour terminer le chevillet. Là, on nettoie l'intérieur du chevillet et voilà le Oudramal en état de jeu et cordé correctement, puisque, bon, je suis passé un peu vite, tout à l'heure j'ai oublié, mais en fait, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'on avait des cordes originales qui étaient restées sur le chevalet, et donc les diamètres des cordes du dernier musicien qui l'avait joué. Donc, ça donne une indication extrêmement importante sur le diamètre des cordes qui nous permet de comprendre que l'instrument est tendu, beaucoup plus, avec des diamètres beaucoup plus forts que sur le oud charki, qui est un instrument beaucoup plus léger de conception et avec des cordes en moindre tension. Également, fait remarquable, c'est la nature du manche. Je ne sais pas si on va le voir. Hein. Voilà la table, une fois la restauration terminée avec ses cordes. On le voit ici quand même un peu. Le manche est beaucoup plus fort que le manche du oud charki. Voilà les pièces de nacre, etc., d'os qui manquaient et de marqueterie qui ont été remplacées. Et l'instrument, également ici, les pièces de marqueterie remplacées, la caisse recollée, remontée. Et le chevillet remis en état de jeu avec des chevilles puisqu'il n'y en avait aucune. Et je vais revenir en arrière, mais comme je ne peux pas revenir en arrière, ce n'est pas grave. On a ici la photo de Majoub Zaïda, qui était luthier à Meknès, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, qui, de tous les luthiers marocains que j'ai rencontrés avant les rencontres qu'on a pu faire autour du Oudramal, est le seul qui a fait une proposition tout à fait cohérente, un travail parfait, très personnel. Il avait rajouté des petits détails personnels, mais l'oud était excellent. Il est toujours d'ailleurs excellent. Et voilà, hommage à Majoub au passage.
Donc, lors de ces rencontres, alors j'ai les photos ici. Hein. Excusez-moi, deux comptes. Voilà, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que je ne peux pas revenir en arrière, je ne sais pas, donc je laisse tomber. Mais c'est que lors de ces rencontres de 2000, il y avait deux concerts de programmés. Et le 17 octobre, il y avait un concert de Omar Metioui qui est venu nous rejoindre. Et quand il a vu le Oudramal en état de jeu, à l'accord, etc., a dit, mais attends, mais c'est pas possible, c'est extraordinaire, etc. Il a pris le Oudramal et il ne l'a pas lâché de l'après-midi. Il a joué tout l'après-midi. Le soir même, il avait un concert au musée Ben Jelloun, concert public, et je crois même qu'il y avait des télévisions qui étaient là. Et il était tellement heureux d'avoir trouvé le Ramal qu'il a décidé, Christian m'a dit, est-ce que tu m'autorises, je prends le Ramal et je vais donner toute la première partie de mon concert avec le Ramal. Ça a été remarquable, ça a été un moment inoubliable. Et on avait l'impression qu'Omar, il avait cet instrument dans les mains depuis toujours. Il a tout de suite compris l'histoire des quintes embrassées, de la distribution des cordes, etc. C'était un merveilleux moment où on a eu l'occasion d'entendre un Oudramal ancien et je crois le seul en état de jeu où qui est possible de jouer avec le son et les cordes originales. Je ne peux pas ne pas avoir une forte pensée pour Sissai Chraibi, qui a donné un autre merveilleux concert 3 jours plus tard et qui malheureusement lui aussi nous a quittés. Et je n'ai pas, j'étais tellement pris dans toutes ces histoires que je n'ai pas les clichés de ces moments. Peut-être quelqu'un les a, s'il peut nous les faire partager, ce serait vraiment génial. Et j'arrive à la fin. Oui, je suis dans les temps. Dans le cadre toujours des échanges avec les luthiers marocains, j'ai également organisé un voyage. On était 7 ou 8 luthiers du Maroc pour participer aux plus grandes rencontres de musique traditionnelle en France, les rencontres de Saint-Chartier qui ont lieu en juillet, c'est dans l'Indre. Et là, l'organisation de Saint-Chartier nous a offert un stand gratuit. Et tous les luthiers marocains qui nous avaient accompagnés dans cette aventure ont pu exposer leurs instruments, les vendre à des bons prix et rentrer chez eux, je crois, bien contents de toutes ces découvertes et de toutes ces rencontres. Mais, comment dire, d'un autre côté, M. Omar Ben Jelloun, qui était le locataire à l'époque du musée Ben Youssef, m'a demandé si il était possible de réinstaller une exposition dans le musée entièrement dédiée aux instruments du Maroc, à partir de la collection qui avait été empruntée par Paris pour monter l'exposition à Royaumont, mais en changeant tout le texte et tout le déroulé, dans la mesure où le public était plus du tout le même et l'intérêt non plus était plus du tout le même. À Paris, on avait un intérêt plutôt historique en relation avec nos instruments occidentaux, et au Maroc, l'intérêt était totalement différent puisqu'il s'agissait de l'histoire même des Marocains, de leur histoire passé, mais aussi de leur histoire vivante. Et donc, j'ai réécrit, réinstallé cette expo dans le musée de Marrakech. Et au printemps 2001, ça a été l'inauguration de l'exposition qui s'appelait « Instruments de musique du Maroc », avec le catalogue que nous avions rédigé à Paris, qui correspondait toujours à la situation. En 2002, enfin, a été créée, puisque je me battais un peu pour ça, la première association marocaine des maîtres luthiers, l'AMML, ce qui m'a ravi voilà. Et simultanément, je travaillais en Tunisie pour faire revivre le oud Harbi et le oud Tounsi, pardon, je vais y arriver, le oud Tounsi et l'Arbab Tounsi. Voilà, en donnant des cours de construction à Enemjma Ezarra avec le luthier Belasfar, en lien avec l'université de Tunis et la musicologie. Puis nous avons eu
voilà le musée, enfin, une partie de l'exposition dans le musée de Marrakech. Puis nous avons organisé, enfin j'ai organisé en fait, les deuxièmes rencontres de luthiers à Marrakech, où nous avons été reçus par le musée. J'ai obtenu des financements de Paris, d'un certain nombre d'autres de donateurs. Et nous avons pu continuer à partager du point de vue technique, historique, musical et humain avec un certain nombre de luthiers marocains. Comme ce n'est pas le lieu ici pour donner énormément de choses. Voilà les membres, les participants de ces deuxièmes rencontres de 2003. À Marrakech, devant le musée Ben Youssef. Et comme je le disais, là, le lieu de la conférence Zoom, c'est pas le lieu idéal pour discuter vraiment technique, proportions, etc. Je vais pas faire un grand discours sur les proportions et comment redessine le Oudramal, mais je le mettrai à disposition, je l'ai dit tout à l'heure, du site que vous allez monter à partir de notre échange, et ces plans à l'échelle 1, avec tous les détails, les épaisseurs, les natures de bois, etc., seront à disposition de tous les luthiers qui seront mis à disposition gratuite de tous les luthiers qui voudront ou qui en auront besoin. Voilà un autre d'Orbab et un autre, l'Orbab, celui-là de Tétouane, je crois, du musée de Tétouane. Voilà, pour les gens qui voudront en savoir plus, il faut discuter ou il faudra m'envoyer des questions. Je me ferai un plaisir de leur répondre. Voilà pour ma participation à la discussion de ce soir. J'espère vous avoir apporté quelques éléments intéressants, nouveaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Christian. Si tu peux arrêter le partage. Et Mohamed Smeij, il a quand même pu traduire les amis. خالد شمس الدين إلى آخره، لو ممكن ترجم لهم العربية ماذا قال الأستاذ بدون كريستيان. كما سبق الذكر الأخ كريستيان غو بدأ بتقديم كيفية بدايته في 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 الميدان صناعة الآلات الموسيقية، وهو أستاذ متخرج من المدرسة الإيطالية سنة 1977. ثم بدأ في بداية عمله بدأ يهتم بصناعة الآلات الموسيقية الغربية، وبما أن في هذه اللحظة كان له موسيقى الغربية كانت لها اتصال مع الموسيقى الإسبانية التي تجعل واسطة بين الموسيقى التي كانت هي واسطة بين الموسيقى بين الغرب والجنوب في 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 إفريقيا. اهتم كذلك بصناعة بعض الآلات، وكان اهتمامه يتوجه بكثرة لآلة الرباب وآلة العود. وفي سنة 1990 اتصل ببعض المهتمين في هذا الميدان، منهم مارسيل بيريز، والذي كان يهتم بالموسيقى البيزنطية، وقام بعدة مهرجانات في هذه الميدان. وفي سنة 1999 كان أول اتصال له بالمغاربة، لأن في سنة 1999 كان التهيئ لما يسمي بسنة المغرب بفرنسا، وهناك بتعاون مع هذا السيد الذي يسمى بيريز قام بعدة اتصالات في المغرب، وكان من أول اتصالاته أن السيد محجوب زيد محجوب الذي كان من مدينة مكناس، وهذا السيد توفي لسوء الحظ
لا قد نكون من سوء حظنا فهو ليس من هذا العالم، وهو تم وقد قام بمساعدته في صناعة عود على طريقة هذا السيد زيد المحجوب، يشبه شيئا ما إلى الرباب إلى العود الرمال. وفي سنة 1900 وبعد وفي هذه اللحظة كان يحضر لهذا المهرجان الذي سيقوم به في المغرب مع بعض صناع الآلات العود، من بينهم خالد السمهيبة، من بينهم صناع آخرون، وتم بصناعة عود الرمال والرباب. L'instrumentation. Alors, va marcher plus fort. Alors, جاء أحد الأيام سيد بعود رمل وهو في حالة سيئة، واتخذ على عانقه ترميم هذا العود، وكان وقد قام بتقديمه في الحالة التي كان فيها ومروره من عدة مراحل حتى قام بترميمه على صفة جيدة، وكان من فرحه الكبير أنه أقيم في مدينة مراكش بمتحف سيد عمر بن جلول الذي يوجد قرب جامع بن يوسف في البارودين في مراكش. كان أقيم مهرجان، وكان من بين المدعوين الأستاذ الكبير الغني التعريف سيد عمر المتيوي، وقد شغف بهذه الآلة سيد عمر المتيوي. وكان في نفس الليلة طلب من الأخ كريستيان غو أن يعزف سهرة كاملة بهذا العود، وقد اتخذه على عنقه وقد اتخذ الآلة بدون إشكال، بحيث عزفها كما يعزف عود شرقي طبيعي. ومن تلك اللحظة والاتصال بينه وبين الدكتور المتيوي إلى يومنا هذا على دوام. وقد ختم في تقديمه هذا بأنه رهن إشارة لجميع من يهتم بهذا الموضوع، أي موضوع صناعة آلة عود الرمل، وجميع القياسات والمراحل لصناعة هذه العود سيجعلها رهن إشارة المنتدى الذي نحن فيه الآن. هذا ما قمت باختصار، لأنه الكلام كان كثير، ولكن بالمجمل هذا ما كان فحوى هذه المحاضرة التي قام بها الأستاذ كريستيان غو. Voilà, j'ai essayé de traduire un maximum. والآن سنمر إلى فقرة مع الأستاذ خالد بالهيبة. خالد، لك الكلمة. سي خالد، الميكروفون. لا، الميكروفون سي خالد. فوالا، جميل جدا، جميل. تسمعني دابا؟ كتسمعني؟ كنسمعك. السلام عليكم. كنشكروا السي كريستيان على التوضيحات، صديق العزيز القديم ديالنا، وكنشكروا الاساتذه والحضور الكرام. بالنسبه للعود رمال، فهو واحد الاله اللي هي عندها واحد صبغه خاصه. خاصنا نتابعوا الصوت ديالها اولا بعد الشكل. الصوت ديالها واحد الصوت غريب، لان حسب التربيه ديالي كما قلنا مع المحسن الود، كنذكر في العقول ديالي بعض الالات كانوا كيجيو اللي كيتصلحوا، وكان الوالد كيصنعهم، لكن في هذوك السنين ديال الاواخر الستينات بدايه السبعينات انا
ما حضرتش كثير بان كاين الجديد فيهم نقارضوا ربما ماشي نقارضوا انما ولا الطلب عليهم قليل اكثريه الطلب على العود اللي هو العود الشرقي اللي كان ما كان في الربعينات او الخمسينات كانوا كيستعملوهم بلي دخل العود الشرقي بحال الا اتهم هو بانه عود ضعيف الصوت وهذا شيء وهذه حقيقه غير حقيقيه هذه لانه هو الصوت ديالو لما يتعمل ليه المصران الا كنا كنسمعوه يعني واحد الصوت انا كنقارنوه مع الرباب ولو الرباب عنده لارش يعني لا علاقه هو هذا بالريشه وكذا ولكن فيه واحد الصوت ديال المصران بحيث الا تكون حداه كتسمعوا غير حداك يعني ضعيف ولكن الا بعدتي لواحد المده واحد المسافه عليه كتسمع الرنين ديالو من بعد اقوى من العود الشرقي الا بغينا نقول لكن مع الظروف ديال الاوتار ديال المصران ما كيدوموش واحد المده طويله ربما هنا فاش بدا الناس زياده على صعوبه العزف ديالو لان كان منحصر كما قال الاستاذ سيدي عزيز كان كيتعزف بجوج ديال الاصابع وما تمش يعني التجديد ديالو في طريقه العزف ولا شي حاجه ربما فاش بدا كي انا لا اقول بانه انقارض او انقارض هذيك الالم ما عمرها ما تنقارض لان عنده واحد السحر عالي بزاف هاد من كروش يعني نبقاو نتاملوا في الصوت ديالها كيدير الصوت ديالها ديال المصران واحد الصوت اللي كيدخل للاعماق لو تكون حدا العازف كيعزف بغض النظر على التركيبه ديال الاوتار عند البريمير في بلاصه ديال التروازيام يعني ليغي مع الجراف مقاربين كتشد واحد المسافه ديال الاصوات ولا جينا هنا نشوفوا مثلا ناخذوا غير المرحوم العنقه عمل سميتها الموندول الا جينا نلاحظوا اللي كيكون في هذاك الشيء بوشباب تقرب ماشي كتقرب قريب لذاك المناخ ديال ليغي مع الجراف اللي هو اللي في العود رمال طبيعيا غير بالمصران يعني اله مؤثره جدا خاصنا نهتموا بالصوت ديالها هو الاول نشوفوا الصوت ديالها هذا من جانب نشوفوا الصناعه ديالها الاكثريه كتركب بواحد المواد اللي هي تقريبا محليه لقنا ديال شمال افريقيا ربما ما فيهاش شي مواد اللي هي كثيره يعني كتكون من الصدر اكثريه الصدر في الوجه القصعه كيكون كان صفصاف اللي هو واحد العود خفيف وكتمتازي كلها بالخفه كاين الشوك اللي هو الليتر كنقولوا له الليتر كاين لا كاجو يعني بخشب بسيط الاكثريه كتكون الصناعه ديالها بهذا في التسعه والدراع ديالها اللي هو العنق الدراع ديالها كيتعمل حتى هو بالخشب الخفيف هو شيئا ما طويل لان الا قارناه مع الاله الشرقيه او العود الشرقي كنلقاو الدراع شاد جوج ديال المسافات ومن الدراع الفراس ثلاثه المسافات يعني خمسه مقسومه على جوج ديال الدراع وهذا المقياس هو اللي باش كتجي في النوطه ديالها جوج على ثلاثه الطول ديال الوتر اللي هو عادي كاين تقريبا ما بين كتكون كاين انا لاحظت كاين اللي فيهم 65 كاين اللي 63 ونص المهم في 64 الدراع 23 ونص 24 سنتيمتر ديال الطول اللي كيكون فيه هذه من جهه وكيتعمل فيها كاين قلنا الصدر الصفصاف كاين العظم الاكثريه ديال الالات وكتكون فيها اشكال في المراه على عبر اقواس يعني فيها الحمار يكون فيه زواق ديال الغزال شبه غزال بواحد العين كتكون ديال الصدف ديال البحر يعني كان كيلمح واحد فيه واحد الحوايج اللي هي كانت في ذاك التاريخ
كتشوف الآلة قديمة كتفكرك في واحد الزمان كيفاش كانت فارضة الوجود ديالها، أكيد وبقى تكون فارضة الوجود ديالها. فدابا المجهودات اللي داروا الإخوان من جهة سيدي عمر نتيوي والإخوان، فأنا كنلح وكان يعني كان نأكد خاصنا ماشي نردوها، أن سيدي عمر قالك ردوها، هي كينة أصلا، أنا أكيد بأنها كينة، لكن نوجد تكون موجودة عندنا صناعة، مش نصبوها نحطوها في متاحف أو لا نشوفها في متاحف، خاصها تكون هذه ميجا ونفكروا في التدريس ديالها، فيكون وبطريقة عصرية، لأنها ربما ما خداش الحظ ديالها، لأن ما تطورش في العزف ديالها، بحيث دابا ربما دابا يكونوا عازفين أقل اللي كيعرفوا الطريقة ديالها فطريقتها، وربما تطور أكثر لو فكرنا باش نعملوا، فهمتي، يكونوا عندنا ماشين وساخ جوج، يعني نصنعوا واحد 20 أو 30 أو 40 آلة كتكون موجودة، والناس محبين، راه ماكاينين دابا الإخوان تبارك الله الشباب دابا اللي كيعملوا الأندلسي، واحد الشباب ما شاء الله في العزف، فكيفاش الأكثرية ديالهم اللي كنقول لهم عود رمال كيقدر يقول لك راه ما كاينش، لا كاين عود، خاصة غير نهتموا به ونسمعوا الصوت ديالو، أنا كنأكد ثم كنأكد عن الصوت ديالو، راه صوت ساحر إلا كان حداك مباشر، إلا سمعناه ربما على حسب التسجيل وهذه ربما ما كيعطيش كيف تكون الآلة حداك، فهذا هو التدخل ديالي، أنا كنشير لهذه النقطة مزيان باش الآلة نوضو نعملو التدريس ديالها ونوجدوها تكون موجودة، ما نبقاش نتكلموا عليها كتاريخ، تاريخ فعلا نعتزوا به، وآلة عربية، آلة رباعية كما كيقولوا، في واحد الأشكال، في واحد مثلا ناخذوا غير العود ديال الجزائر قسنطينة وتلمسان، كيعملوا في الشمشة واحد الحجم ديال كيعبر عن شجرة ديال السدر اللي هي كاينه في الوجه، في واحد الشمسيه الشكل ديالها يعبر عن شجره، في الفرسه كما قلت لك يعبر عن غزال، فيه العظم كيدار ليه العظم، كيتعمل ليه خشب الزيتون كيتخلى في الزيت باش كيولي اسود، كاين اللي كنشوفو كنقولوا بانه ابن خشب الزيتون، الصدف، العظم، واحد المواد اللي هما طبيعيين زيادة على هذا بالمصران، إلا عملنا لها أوتار عاديين ما كتعطيش لك الرونق ديالها، خاصة الأوتار ديالها اللي كيكونوا تقليديين القدام، فإلا رجعنا غير الباب ما نقدروش نديروا ليها أوتار من غير المصران، دونك حتى هي يعني هي كتثبت بأنها خاصة الأوتار ديال المصران، ما تقبل أوتار أخرين، لا ركبتي لها أوتار ركبنا على أوتار أخرين كتفقد ديك القيمة ديالها، فأنا نأكد باش نرجعوا لها إن شاء الله وتكون معنا إن شاء الله، بغينا ترجع ولما لا تدرس، وهذا الشيء راه كيرجع لكم أنتم الإخوان، راه ممكن الأساتذة والباحثين الكرام راه إلا يتقبلوا الفكرة نقدروا نعملوا نتعاونوا على الجميع، وشكرا لكم. شكرا سي خالد على هذا التوضيحات، والآن سنمر إلى آخر فقرة مع دكتور صيدلي والفنان عمر نتيوي. السلام عليكم، كنسمعوني؟ كنسمعوك. نعم، عملت لو بارتاج مي لو بلان تيكرون فوالا، دونك سنرجعو يمكن لا ما ترجعش لكم، ما نعملش لو بلان تيكرون، صافي خدام، صافي خدام، نعم خدام مزيان، لا بغيت نرجع في لي ديابو، هو دير اسكيب باش ترجع لنا، واخا دونك السي سميج اعتقنا الله يرجع الخير
هل يفهمون المحاضرة أم لازم نعملوا اجتهاد؟ أنا ما عندي تأيشكال سيدي عبد الرحمن، ما عندي تأيشكال. لا غير بالنسبة لعلي حسن وخالد شمس الدين. الحمد لله كله تمام. أوكي إذا الحمد لله. علي حسن تفهم؟ يعني. أوكي. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي يعني نحاول ان الفقره الاخيره مع الاستاذ عمر تكون شويه واضحه وقريبه من الفصحى حتى يمكنوا من دابا. دابا واش كتشوفوا لي ديابو ولا لا؟ لا دير بارطاجي. دونك انا خرجت، دونك جو بارطاج دو نوفو. فوالا بارطاج. اوكي voilà. Ça, c'est la première. Et pour les faire passer... Le flèche, le flèche ou l'alba. Non. Mais qu'il y a aucun... Et on voit l'image. Ah, là, c'est le problème du plein écran. Là, je vais vous donner un diapo. Ah. Je vais vous donner un plein écran ou tu vas... Tu vas à dire. Tu vas à dire. Oh. OK. Donc, je vais aller les diapos. Donc, comment je fais? Voilà. Comme je suis Voilà. OK. إذن أيها الإخوة شكراً. ربما أبدأ بالصورة الثانية وهي يعني غير باش نوضع الصورة ديال العود، وكلكم تعرفون يعني العود جاء من البربط، والبربط ربما انحدر من العراق إلى المدينة وتطور مع معبد وسريج وسل من الصناع الذين أتوا إما من العراق أو من بلاد فارس، يعني تطور ويعني أصبح وجه العود يتكون من العود يعني من الخشب، وكان سابقا يتكون من الجلد إلى غير ذلك. هذا التطور سيصل إلى قمته في بغداد مع الموصليين الأب والابن وعباقرة، يعني كنعرفوا ذاك التاريخ ما غن باش نشوفوه. فإذا العود سوف يعبر إلى إفريقيا مع زرياف في 822 تقريبا، ولا شوية قبل 822 زرياب سيحل بقيروان. القيروان هي تونس الحالية، وسيمكث في مع الأغالب الذين كانوا يحكمون هناك بضع سنين، ثم سينتقل إلى المغرب بدعوة من الحاكم في قرطبة ليذهب إلى قرطبة، وهناك سوف يرتقي بالعود وسوف يكتسي العود درجة كبيرة،
وستكون البوابة التي سيديج منها ويذهب بعيدا إلى كل الأقطار الأوروبية. ونعرف أن حتى القرن الثامن عشر والعود هو السيد الآلات وملكهم في حتى في أوروبا. فإذا بعد زرياب كان مر يعني قرنين، بعده سيأتي ابن باجة، وأخبار ابن باجة نقرأها عند التفاشي في متعة الأسماع، كتابه القيم والمعروف والمشهور، ولكن يتكلم على العود بالطريقة العربية القديمة، يعني أربعة أوتار تساوى أو تدوزن حسب الرباعيات المتتالية. فإذا لم يحصل تغير في الأندلس، وليس عندنا أي دليل أن سيكون العود مختلف عما كان عليه في الشرق. فإذا يفاجئنا سيدي محمد البعصامي في القرن السابع عشر، حيث في كتابه الموسوم بإيقاع الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع، أتى بعود يختلف عن العود العربي القديم المعروف. فإذا هذا العود الجديد ما كان عرفوش واش كان في الأندلس، ولا لم يكن له أي وجود في الأندلس، وهو عود مغاربي محض. هذا العود هذا هو أصغر من العود المشرقي، القصعة ديالو أقل من العود العادي، وعلى عكس العود الشرقي أو العربي القديم فذراعه أطول بمسافة ذكرها السخاري بالهيبة، يعني جزء أجزاء في الذراع وثلاثة أجزاء أو قسمات من الذراع حتى الفرسة. فإذا هذا الذراع أطول، القطعة أصغر، والأوتار موضوعة بطريقة مقلوبة، وتكلم عليها الأستاذ ابن عبد الجليل، وجاء في هذا الكتاب التفصيل لكيف يسوى هذا العود. فإذا نرى أن إذا كنتم تشوفوا في هذا الديابوزيتيف، هذا هو العود الذي جاء في كتاب تلميذ البعصامي الأنيس المطرب للعالمي. تلقوا أن نبدأ الحساب من الأصوات الغليظة إلى الرقيقة، ولكن غنشوفوا أن حتى يعني الرقيق مع الغليظ فالفكرة سوف تختلف في هذا العود. نرى أن الوتر الأول اللي هو الديل، اللي هو اللي يمكننا نقوله البم، يعني الصوت الغليظ هو الأول، ولكن يلي بعده أرق صوت في الآلة اللي هو الحسين. إذا قلنا الديل هو الرست، فالحسين هو عشيران، ولكن عشيران في الأوكتاف سوبيريور، يعني في الديوان العالي، يعني يصبح هناك سوف ننتقل إلى المايا. ألو تسميش؟ وي أوكي ميرسي. دونك المايا ثم الرمل، يعني إذا بدينا بدو كنمشيو للا، ولكن ماشي للا لا الأوكتاف سوبيريور بحال اللي قال، يعني في الديوان العالي، ثم إلى الري، ثم إلى السول. فإذا يصبح التشكيلة جد معقدة، نعزف الوتر الأول دو، ثم نذهب إلى الوتر الثالث اللي كيعطينا الري والمي والفا بالعفق أو بالدس، يعني بالسبابة والبنصير، ثم نذهب إلى الرمل لعس الصول، ونرجع إلى الوتر الثاني اللي هو الوتر الحاد لنعزب به الحسين وهي درجة الله، وسي دو بالبنصير بالسبابة والبنصير. إذن معايا العود، ما عرفش واش يمكن تشوفوا ولا والو صغير.
يعني من الوضع الأول أذهب إلى الوضع الثالث. والريشة يعني كنعزفوها بطريقة مقلوبة، يعني بالصد والرد جد مهم في هذه الآلة. كتشوفوا الريشة ولا لا؟ كنشوفوها. كنشوفوا ريشة ولكن ما كنشوفوش اليد ديالك اليسرى سيدي عمر. اليد اليسرى وإلى خرج من لي ديبوزيتيف عاود ربما نخليوها التطبيقات من بعد. يعني دابا نشوف هكا مزيان، هكا مزيان. نشوف النظريه. Alors j'essaie de joindre Christian Roux pour lui faire la traduction simultanée par téléphone mais apparemment il n'est pas au bout du téléphone hein. OK. Donc Christian Roux il est là hein. Ben j'essaie de vous joindre sur votre téléphone. Christian, j'ai demandé à Mohamed Smeïs de te faire la traduction au téléphone au simultané. لان اللوحه اللي تكلم عليها سيدي عزيز بن عبد الجليل هي كتعطينا الآبا جد هاوازي نحو، يعني هي دو ري مي فا سول لا سي دو بالحروف الابجديه وبالتسميه حسب التسميات المغاربيه، فنتكلم على الديل والمايا والصيكا وحمدان أو المزموم والرمل والحسين وانقلاب الصيكة وجواب الدين والمقابل ديالهم في الموسيقى الشرقية طبيعة الحال عن الرص دوكاه البوسليك جهركا نواح حسيني نهفت والكردان. فإذا إلى شنة السوية السوية ديال العود هنا كنشوفوا الأوتار، فإذا الرقم واحد هو الديل اللي هو الضوء، كنمشيو رقم جوج اللي هو حسين الوتر الحاد، ثم الوتر الجواب ثلاثة واحد جوج، الوتر الثالث اللي هو المايا يعني الدكه الري، والوتر الرابع اللي هو الرمل الصل. فإذا هنا شني كنلقاو كاين خامسة ما بين بحال اللي قال سيدي عبد العزيز بن عبد الجليل ما بين لو دو و لو سول، دو ري مي فا سول، دونك عندنا اون كانت خامسة، وعندنا خامسة أخرى ما بين الوتر الثاني والثالث، ولكن ما خصناش نقولوا الثاني هو لا والثالث هو سول ري، غنقولوا لا سي دو ري وغنجبروا رابعه. خصنا نشوفوه بالعكس لان الوتر الحاد هو اللي من فوق، خصنا نقراوه بالمقلوب يعني هذا لو رونفيرسمون ديال الانترفال، المسافه مقلوبه. اذا كيفاش غنشوفوا ري ري مي ري دو لا ري دو سي لا سول. اذا كنلقاو عاود خامسه ما بين الوتر قلنا الثاني والثالث، فاذا كاين خامسه داخله يعني ما بين الوتر الثاني والثالث، وخامسه خارجه يعني ما بين الوتر الاول والرابع. هنا غنشوفوا مراحل جد بسرعه لان الوقت يداهمنا. فاذا العود الرمل حنا ملي كنا صغار يعني لم يكن موجودا تقريبا، لم نراه ولم يكن في الوسط، كنا نستمع الكلام عليه ودرسناه وجدنا اثره في المصادر وفي المراجع، وكما ذكر سالفا الاستاذ بن عبد الجليل النغمات الثمان عند فارمر وشوتان وباتروسيني وغارسيا باريوسو اللي في الكتاب ديالو
الموسوم بلا موسيقى إسبانو مسلمانة إن مارويكوس كيعطينا المقاييس دوزنا يعني كل تفاصيل مهمة حول العود الرمل ويعطينا صورة لعواد اللي هو بن سلمون من مدينة تطوان كيف يعزف على يعني صورة بالعود الرمل يعني حتى 300 أو 400 القرن الماضي فكان العود الرمل أو عود لما نقول عود فتلقائيا نتكلم على العود الرمل أو التونسي أو الكويترا فكان هو العود السائد في البلدان المغاربية. إذن هذا الأثر هذا بدينا كنسول ونتساءل مع المعلمين ديالنا السي حمد الزيتوني إلى غير ذلك هل تعرفون العود الرمل أو العود الرباعي أو العود الثماني أو العود الضويس أو العود الصويري يعني له تسميات كثيرة إما استنادا على الصويرة أو الضويس حسب أين يصنع أو لحسب عدد الأوتار إذا كنا العود الرباعي فهي 4 أوتار لكنا 8 فهي 4 أوتار مزدوجة فإذا لم نجد أحدا ليدلنا على تسوية هذه الآلة أو يعطينا مفهومها أو كيف كانت تعزف إلى غير ذلك فإذا بقيت كشبح بدأ اهتمامي بها في كانت مناسبة لالتقاء الأستاذ الكبير محمود قطاط وطلبت منه أن يشتري لي عود اللي هو المقابل ديال العود الرمل وأتى به إلى إشبيليا واقتنيته منه لكن لم يعطيني المفاتيح اللي بالنسبة للدوزنة ما فيش مشكل يعني كان خلاف ما بين الأقطار المغاربية ولكن المفهوم ديال العام كان تشابه ولكن بالنسبة للريشة لم يشرح لي أي شيء فإذا بدينا كنعزف به كأنه عود شرقي ولكن ما كانش كيعطي الصوت اللي كنا نبحث عنه إذا استعملته في بعض العود العربي ولا التونسي في تسجيل مهم صدر في أوروبا اللي هو الآلة الأندلسية ثم في عرض كبير في الدار البيضاء ولكن كعود ثانوي يعني لمن الفراغ أو لتسليط الضوء على آلة مختلفة على العود الشرقي اللي هو معتمد في المغرب فإذا في 99 عزفنا به قدام الاستهلال في مدينة الدار البيضاء والقصة ستبدأ أو ستتطور مع كريستيان غو وسنة المغرب هناك سيقع اللقاءات ما بين السي خالد بن هيبة السي سعيد شريبي الله يرحمه كريستيان غو محجوب وصناع آخرين وبدأ الحديث عن العود الرمل ويعني بفضل كريستيان غو الذي رمم تلك الآلة التي جاءت من مدينة الصويرة فجعل منها آلة قابلة للعزف وهذا كان يعني ابتكار كبير أو إشراق بالنسبة لمنظومة الآلات في المغرب إذن ذهب به بفرنسا رممه رجع والتقينا في 2000 في أول لقاء للصناع الآلات الموسيقية بمراكش وعكس ما قال هو قال أنني يعني بصفة تلقائية أخذته وعزفت عليه بطريقة يعني دون دراسة دون أي شيء فهذا غلط لأن إني لست ابن باجة أو فإذا كانت عندي معلومات سابقة مع العود التونسي الذي اقتنيته في 94 إذا وصلنا إلى محطة 2000 ومن بعدها سنذهب مع الأستاذ بن عبد الجليل وأساتذة أخر إلى الجزائر العاصمة في الدورة السنوية للمجمع العربي للموسيقى وهناك سألتقي بسليم الفرقاني وهو ابن المعلم الكبير الحاج طه الفرقاني وهو من مدينة قسنطينة
مدينة قسنطينة هي المدينة الوحيدة التي رفضت العود الشرقي، يعني لم يستطع الدخول إليها وبقت متشبتة بالعود المغربي المغاربي القديم. إذن كانت لي فرصة في خلال التقائي مع سليم الفرجاني كي يعطيني المفاتيح العزف اللي هو عزف جد صعب، الريشة، التناول الريشة، الدوزنة، يعني الانتقال من الأوضاع بطريقة من الوتر الأول إلى الثالث إلى الرابع ثم الرجوع إلى الثاني إلى غير ذلك، فالقضية جد جد صعبة. مع حسن الحظ سوف تنشأ جمعية الروافد الموسيقية وسوف نفتح ورشة لصناعة الآلات مع الصانع الكبير كارلوس بانياغوا من إسبانيا، وارتأينا أن نعيد صناعة آلة عود الرمان، وكان يعني مشروع مدعوم من طرف إسبانيا، وبحمد الله والمجهود الكبير الذي قام به كارلوس استطعنا أن نعيد صناعة هذه الآلة بعد مجهودات كبيرة سوف نرى الحقب التي مر منها. هذا عود عربي، عود رمل في متحف البطحة، ولكن كنشوفوا أن الدرع ديالو ما فيهش القياسات اللازمة، وملي شفنا لما نظرنا إلى الدرع فلقينا أنه باش بوغ ليكسبوزي باش يعرضوه اضطروا باش يصلحوا الآلة، ومن اللي صلحوا الآلة فسدوا القياسات اللي كانت فيها، ولكن كيبقى نموذج حقيقي من العود الرمال. هنا كنشوفوا العيدان الذين يعني تقريبا اشتغلنا على 11 عود، هي إما في المتاحف المغربية يعني في باب العقلة في تطوان، ولا في البطحة في فاس، ولا دار سيدي سعيد إلى غير ذلك، يعني من طنجة حتى مراكش أعواد كثيرة بأحجام مختلفة بأوصاف تختلف. هناك عيدان يعني كتحس أن عندهم قيمة لأن الثمن ديالهم كان فيه حسب يعني الخدمة ديالو والصناعة والإتقان، يعني نحس هل هو كان عود عادي للتعليم أو عود لمعلم كبير يعني بزخرفة أنيقة، لأن هذا العود كيعتمد بزاف على الزخرفة. كنشوفوا الرقمة يعني كيفاش الأشكال ديالو كيف يعتمدوا على الزخرفة المغربية. فإذا هنا أيضا نفس الشيء مع كارلوس بانياغوا، هنا غنتقلوا نفس الشيء يعني كيفاش العود الأجزاء ديال العود إلى غير ذلك، حتى سوف غنصنعوا جوج أعواد. هنا كنشوفوا الرقمة، كنشوفوا الوالب، كنشوفوا الدراع، كنشوفوا الشمسيات، كنشوفوا القالب اللي اشتغل عليه إلى غير ذلك. فإذا الكل مفصل هنا. وفي 2010 قمنا باستدعاء بعض الأساتذة لشرح تفاصيل هذه الصناعة، وكانت مناسبة لالتقاء بعض الصناع وبعض الباحثين منهم سيدي عبد العزيز بن عبد الجليل. إذن كنشوفوا الإكسبوزيسيون يعني المعرض ديال الصنعة ديال هالآلة فجميع الأجزاء فهي موثقة هنا. إذن هنا في نفس الليلة عزفنا بهذا العود ومع فرقة مع تحتوي مع بيغونيا أولابيدي، وهي فنانة عالمية ومهتمة بالموسيقى الوسيطية ويهمها أن ترجع العائلة الآلات القديمة،
فإذا استعملنا العود هذا، الرباب، السلطيريون، السنتير، كلها آلات قديمة، النغارات إلى غير ذلك. فكان عرض بشكل غير معتاد بالنسبة للمغاربة. فإذا هنا غنطلب من سيدي عبد الرحمن إذا عنده لي فيديو. هذا مؤتمر القاهرة في 1932، تنشوف البعثة المغربية هنا، والأستاذ اللي تكلم عليه حبيبي مبيركو لسيدي عبد العزيز بن عبد الجليل هو الشخص اللي جالس هنا بعود الرمل. وأيضا كاين ديدي وكاين بن عثمان من مدينة فاس، وهما أيضا كانوا بالعود الرمل. يعني 1932 كنظن يالله كانت بدايات مجيء العود المشرقي، ونرى الرباب ثم الكمان الجاهر مع المطيري وابن غبريط والمنشد، فهي التجسيد المجموعة الموسيقية في ذلك ذلك الموعد الكبير في مصر، في مؤتمر 1932 في القاهرة. فإذا إذا تفضلت سي عبد الرحمن. سي عبد الرحمن كتسمعني؟ ربما سي عزيز عنده ملاحظة. ليش هذيك صافي؟ شكرا. يلا اللقاء. اش من فيديو؟ غتبدا بديالي اللي في العود الرمل. او لم بداو انت كيفاش عندك منظمين؟ اللي بغيتي انا نخدم. اعطيني هذا سليم الفرقاني. اوكي هذا الى باقين كتشوفوا ليكرون، يعني نفس الفرقه بالنسبه للجزائر مع العرض الصاري اللي كان من مدينه تلمسان، ونرى سليم الفرقاني اللي هو من قسنطينه وفي يديه العود القسنطيني، العود عربي. هذا طبعا الحسين القسنطيني. عبد الرحمن
فوكو بيسي يبقى العود التونسي، العود التونسي مع زياد غرصة ابن المعلم الكبير طاهر غرصة الله يرحمه. الله يرحمه. فإذا المهم تنسمعوا المقاطع. ماذا أسمع إيش؟ Thank you.
ندوزو السي عبد الرحمن الاستاذ المعلم الكبير ديال الكويترا في الجزائر العاصمه المعلم بحار. تسمعون؟ وي سمعتيني؟ يعني شفنا شرق الجزائر وتونس، يعني كاين الحدود قريبة، ولكن كاين اختلاف في الأسلوب. دابا غنشوفوا الجزائر العاصمة. جيد، ندوزو العود الرمل. Thank you.
شكرا. إذن بعجالة أختم، شفنا أن الأصوات تختلف ما بين العود الرمل، العود الكويتلا، والعود القسنطيني، والعود عربي في تونس. فإذا الكويتلا تستند على دوزنة تجعل منها كيبداو يعني في الوضع الرابع، ما كيبداوش ما كيعملوش الصول، كيعملوا الري، الري صول مي، ومن بعد الرابع كيختلف حسب الطبع. فإذا في العود التونسي كيعملوا في الري الري، والدوزنة دائما بداك الخامسات بحال اللي تكلمنا عليهم، والوتر الحاد في الوضع الثاني الى غير ذلك. ولكن كنشوفوا ان في تونس كيعتمدوا بزاف على الوتر الحاد، لدرجه ان في نفس الوتر كيمكن لهم يعملوا جميع المقامات، يعني في لا شونتوريل ولا الوتر الغناء. وغنلقاو حتى في الصناعه ملي كنوصلوا لوضع الشمسه كنلقى ان تما كيعملوا انبار باش الاصبع ما يجيش في الخاويه ديال الشمسيه، ويجي يعني يمكننا نستمروا في العزف الى ما لا نهايه له. فاذا تقنيه. وكنشوفوا ان كاين في 1932 مع خميس ترنان اللي هو العبقري زمانه في العود، في هذا العود وفي التلاحين الى غير ذلك، فسجلوا معاه يعني دي سورت ديال مقامات السلاليم الى غير ذلك. وكنشوفوا كيفاش جات التقنيه مختلفه في تونس. فاذا ما يمكنني ان اخلص بالنسبه لهذا العود هذا، فهو ما زال يتيما في المغرب، ما زال صبيا ما يتعلم. فإذا للإحاطة بالتقنية الريشة، وهي من أقدام النسر، وكيفية التعامل معها، كيفية الأوتار بالمصران الطبيعي، فهي مواد لا نجدها هنا في المغرب. فإذا لبغينا يعني أن جو كومبلي ديال العود نقتنيه إما من فرنسا إما من إيطاليا، وهو جد غالي يعني أكثر من 100 أورو، وخص اللي يجيبو إلى غير ذلك. فإذا العود المغربي يحتاج إلى وزارة الثقافة ولا المؤسسات كبيرة تعتنى به، باش يمكننا نصنعوه ويمكننا نجيبو الأوتار اللازمة أو نصنعوه في المغرب، لأن عندنا أوتار جيدة، يعني مصران ديال الحيوان هو جيد، غير كيخص نضبطوا الصناعة ديالو. فإذا آفاق مفتوحة إلى المستقبل. ولكن اللي كيسمع هذه الأصوات هذه القديمة كيقول لك لماذا الرجوع إلى هذا العود اللي هو تقنية صعيبة ومخالف، وإحنا عندنا عود شرقي يعني جد سهل ونفعل به ما نشاء. فإذا هنا فحال في أوروبا من رجعت الموسيقى الوسيطية بالآلات القديمة، ولما يعزف موزار بالآلات القديمة فالصوت كان في أول وهلة لم يستكن إليه الناس، وبقيت محاولات. ولكن مع مرور الوقت تطورت الصناعة وتطورت الأوتار وتطور العزف، فأصبح اليوم من الطبيعي باش نسمعوا لا ميوزيك ميديفال ولا دو لا رينيسانس ولا هذا، نسمعوهم داك الآلات القديمة اللي ما كتستعملش الكامانجا ديال ستراديفاليوس، كتستعمل انواع اخرى اللي ما فيهاش داك لا بريسيون ولا التونسيون وداك القوه اللي كاينه في الالات الحديثه. فاذا هنا رجوع الى الاصل كيتطلب مجهودات كبيره. انا في الحقيقه كان يشاركني هذا الهم باحث وموسيقي وفنان سيدي احمد الشيكي، غادرنا إلى دار البقاء، ويعني كانت خسارة كبيرة بالنسبة لمدينة فاس وبالنسبة للمغرب على العموم. فإذا العود الرمال كيصنا نعطيوه للطلبة شباب باش ينشئوا معاه، يعني حنا دابا عندنا الريفليكس يعني تعودنا على العود الشرقي. فإذا الرجوع صعب ولكنه ضروري للاسترجاع، يعني ما يسمى بالانسترومنتاريوم، يعني عائلة الآلات القديمة. وأكتفي بهذا القدر وشكرا.
شكرا جزيلا الأستاذ عمر على هذه التوضيحات، وأظن بأننا إحنا اللي لازمنا نشتغلوا ونشتغلوا باش نرجعوا عود الرمل إلى الموسيقى والعزف به سواء في المدارس وسواء في المجموعات الموسيقية. الآن الحوار مفتوح، أظن بأننا سنخصص 20 دقيقة لأن الوقت مشى، ولمن يريد طرح بعض الأسئلة. وأظن الأستاذ محمد سميش كان عنده سؤال حاب يطرحه. أستاذي الفاضل، فضلي أستاذي الفاضل عبد الجليل الخشافي من مدينة فاس. مرحبا. سفيان قديرة من الرباط. أهلا. مرحبا مرحبا. مرحبا. هل يمكنني التدخل الآن؟ أكيد. أنتظر. مرحبا أستاذي. فرصة طيبة. عظيم الشكر للأساتذة الأفاضل. أود أن أشير فقط إلى بعض ما غفل عنه بعض من تدخل في موضوع تسميات عود الرمل، فأقول والله أعلم أن تسميته بثمان نسبة إلى النغمات الثمانية المستخرجة منه، وهي النغمات المكونة لمدار الألحان في موسيقى الآلة والتي عليها الاعتماد، لذلك سمي بعود الثماني، وسمي أيضا بعود الانقلاب لانقلاب التسوية التي كانت معتمدة في الأندلسي زمن ابن باجة، وهي لاريسول دو، فتحولت إلى دو لاريسول. والله أعلم، أقول أن هذا هو السبب الحقيقي في تسميته بالانقلاب. أقول أيضا في موضوع الندوة، أي هذه الندوة والذي خصص لكيفية إعادة الاعتبار لعود الرمل صناعة وتوظيفة، فأقول في هذا الشأن أنه ينبغي ترسيخ فكرتي أن هذا العود الرباعي، ترسيخ هذه الفكرة في آذاني وأذهاني طلبة موسيقى الأندلسية بالمعاهد الموسيقية بالمغرب وبالجزائر، على أن هذا العود الرباعي أو ما يسمى بعود الرمل هو الأساس والعمدة في صناعة الحان المطربة الأندلسية، وهو العمدة في صناعة الطبوع وابتكارها، وهو العمدة أو الأوتار الأربعة هي العمدة في معرفة التأصيل والتفريع في شجرة الطبوع. فعندما أرسخ هذه الأفكار في أذهان طلاب الموسيقى الأندلسية يمكن حينئذ أن نعيد توظيف. وأقول وأختم أن المواد التي تستعمل في صناعته من خشب ونوعية أوتار هي السبب الرئيسي في ذاك الصوت المميز الذي يميزه عن العود المشرقي، ولا أعتقد أن أساليب وطرائق العزف عليه هي التي تعطيه تلك الميزة وتلك النكهة العجيبة. ولكم جزيل الشكر. شكرا شكرا سي عبد الجليل. سي عمر لو عندك اي. اتفق مع الاستاذ الخرشفي، ويعني هو على صواب فيما قاله، غير بالنسبه للطريقه العزف لا يجب ان نستهين بها لانها تغير الكثير، فراينا الريشه في بين يدي الغرسه، يعني زياد غرسة، فهي ريشة أقل قوة من الريشة التي كانت في يدي
سليم الفرقاني، فهذا يختلف كثيرا. الريشة لما تقسم على اثنين تعطينا، وثم يعني مرة أخرى تطوى على اثنين تعطينا جانب أبيض وجانب أسود. الجانب الأبيض تعزف به النوبة، والأسود يعزف به كل ما هو خارج عن النوبة مثل الزجول، مثل الموشحات والأشجار، يعني في الريبرتوار ديال قسنطينة ملي كيساليو بالنوبة كيمشيو الأنماط المجاورة إلى النوبة ويختمون بالطريقة العيساوية. فإذا طريقة العزف عندها تأثير كبير على نوعية الوتر اللي غنستعملو، نوعية الأوتار اللي غنستعملو إلى غير ذلك. والباقي أتفق كل مع صديقي الخشافي وأحييه. شكرا سيدي عمر، شكرا على. هل من سؤال؟ نعم سفيان. تفضل سي سفيان. بسم الله الرحمن الرحيم، شاكرون لجمعية روافد موسيقية وأيضا للمجمع العربي الموسيقى على تنظيمي لهذه الندوة المهمة، والتي يرجع الفضل فيها إلى أستاذ سيد عمر المتيوي الذي حاول أن يعقد حوارية معرفية نموذجية، لأنه يعني تواصل مع ضفاف أخرى مهتمة بهذا الجانب، وأيضا حاول أن يرمم من كسر في مرآة تراثنا يعني عود الرمل. بطبيعة الحال أنا أتفق مع الجميع في كل ما قيل، غير أننا يعني اليوم لدينا العود الشرقي، وهذا العود الشرقي عندما أتحدث عن العود الشرقي أتحدث عن سلم بيداغوجي لتعليم هذا العود. إذن ماذا هي نالي هذه الآلة هذه التي نسميها عود الرمال من أجل تدريسها للشباب؟ يعني نحتاج إلى سلم بيداغوجي كما قلت لتدريس هذه الآلة، وربما لكي يطرح يعني في وزارة الثقافة أو في أي دائرة مهتمة بإدراجها ضمن التعليم الموسيقي. ثانيا، نحن نعرف أن العود الشرقي استفحل يعني حضوره في 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 الموسيقى الأندلسية، وهاد الحضور له يعني إضافات جمالية لهذا الموسيقى. واليوم أصبحنا نرى الكثير من 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 العازفين المرموقين في المغرب، يعني لا ننكر أن آلة العود أو تقنيات العزف على آلة العود تطور كثيرا. اليوم عندنا عازفين مهارة يعني مستوى كبير، يعني متقدم أمام ما استمعنا إليه في التسجيلات يعني القديمة. إذن ماذا يمكن أن تضيف هذه الآلة إلى جانب النظرية الموسيقية وطرق الحين وما إلى ذلك، ما يمكن أن تضيفه من تقنيات ومن جمالية إلى هذه الموسيقى؟ وهل سوف تفتحنا على آفاق يعني آفاق يعني فنية وتعبيرات وتخيل يعني عزفي يعني جديد، أم سوف نظل يعني تكون إضافة يعني فقط صورية، إضافة تاريخية تعطي قيمة لهذه الآلة يعني باعتبارها آلة أصيلة فقط؟ لذلك نحتاج إلى تأصيل جمالي لهذه الآلة داخل العرض الموسيقي، كبحال الآلة ديال آلة الرباب مثلا. آلة لها حضور وازن ولها طابع خاص ولها قيمتها الفنية ولها يعني محطاتها التي تبرز فيها كآلة مركزية. كيف نمركز آلة عود الرمال داخل جوقي الموسيقى الأندلسية المغربية؟ وشكرا. سؤال جد مهم سيدي سفيان قديرة، هو باحث شاب إن شاء الله له مستقبل زاهر في هذا الميدان وفي تطوير الموسيقى الأندلسية المغربية وموسيقى السماع والمديح أيضا. فإذا بعجالة لأن الوقت حلقنا يداهمنا، فنموذج التلقين
هاد القضية عشت في قسنطينة. في قسنطينة ارتأت مدرسة يعني غير حكومية بأن تخلق بيت العود، وأتى نصير شمة إلى هناك والتقينا، ويعني استدعوني بما كممثل للمدرسة المغاربية مع سليم الفرقاني بطبيعة الحال، وكان لنا لقاء مع الصحافة وطرح هذا السؤال: فماذا قال نصير الشمة الموسيقي الكبير العراقي؟ أخذ تلك الآلة في يديه وقال: سوف يعني أقتني هذه الآلة وسوف أدرسها وأضع ميثود لهذه الآلة. هذا الكلام يبدو جميلا لكنه مملوء بالسموم. الميثود غير موجود حتى للعود الشرقي، فكل الميثود اللي كاينين فهي محاكاة للغرب. يعني أخذنا النظرية الموسيقية الغربية مع السالم الحلو إلى غرض ذلك ما يدرس في المعاهد، وهذا بعيد عن أصول الموسيقى العربية القديمة العريقة التي تنطوي على أشياء أخرى، كما تكلمنا في المحاضرة السابقة على أشياء روحية، على أشياء صوفية، على يعني وجودية إلى غير ذلك. فإذا هذه الآلة ماشي القضية غير ديال أولا سلم النغمة الثمان. نغمة الثمان إذا اعتمدنا على سلم واحد وبدينا كنفحصوا في الطبع وشجر الطبع على أساس ذاك السلم وكيف يمكن أن نعزف تلك الطبع على هذه الآلة، فسوف نتقدم في فهم منظومة الطبع. هذا من لأن في العود الشرقي نعتمد على ديوانين وأكثر، ونشرح يعني موسيقى كانت ترتكز على آلة فأصبحنا نفسر طبوعها ومقاماتها بآلة أخرى اللي هي العود الشرقي اللي وفد في القف يعني في 1930-40، راه ماشي الموسيقى الأندلسية عندها قرون. هذا من ناحية. فإذا قضية الميثود، أن أظن كل النظرية الموسيقية العربية فهي يعني ترجمة باللغة العربية للنظرية الغربية، فهذا موضوع في حد ذاته. التطور مع العود الشرقي، إذا كان هذا العود الشرقي غيطور هذه الموسيقى هذه، فإذا وما سمعته في الحقيقة باش فهم داك الشيء اللي سمعتي خصك تعيشه، خصك تمشي على السليم الفرقاني تجلس معاه وتسمع حليقة الخالد بالهيبة، تسمع الصدى والبصم ديال داك الأصابع على والصدى اللي كيخلي إلى غير ذلك. فدابا كنسمعوها الآلة عبر آليات عبر الميكروفون وما عندكش يعني مخيلة وذاكرة ديال هذه الآلة. أنا أستمع إليها بشكل مغاير لأن أعرفها وأعزف عليها، وسمعت يعني المدرسة القسنطينية اللي هي بالنسبة لي رائدة، أو الكويترة فهي في التلمسان ولا في صوتها غريب عجيب إلى غير ذلك. فإذا ندينا باستبدال هذه الآلة فالربا بنفس الشيء. هناك من يطلب الآن أنها يعني أننا يجب أن نتخلى عن آلة الربا، فإذا هنا غنهرس المنظومة بكاملها. إذا هذه الآلة هذه حنا خصنا نعيد يعني الفهم ديالها ونعيد طريقة العمل بها وطريقة التلقين بها. فإذا الموسيقى الأندلسية إذا كترتكز على التقريص باش كنحفظوها وكنعرفوها فهذا جد مهم، كيخصو يبقى الطريقة التقليدية لا تعاب. نستفيد من النظريات الأخرى، نستفيد من الدراسات من كل شيء، ولكن كتبقى ذاك كما قال ترام فانخي اللي هو أستاذ فيتنامي وواحد من الأساتذة ديال لاسوربون واللي درس محمود قطاط، قال لهم اللي مشيت رجعت لنا فيتنام حاولت نطبق المناهج الغربية. فلمدة 10 سنوات بديت كنطبق المناهج الغربية في تعليم الموسيقى التقليدية. قال له وصلت القناعة أن
يعني في حال يمكن العدد ديال الطلبة اللي كيدخلوا واللي كيخرجوا. الطريقة التقليدية إذا دخلنا 300 غيخرجوا لك واحد العشرة، ولكن داك العشرة اللي كيخرجوا كيكونوا في مستوى عالي بالطريقة التقليدية. بالطريقة الحديثة داك 300 يمكن غنخرج أنا من 100 يعني غتعطينا، ولكن ما غتكونش بنفس الجودة داك العشرة اللي تكونوا بطريقة. وهادشي انت كتعرفوا، لأن بحال في الزاوية اللي حافظ وعنده يعني الشعر وعنده الطبوع وداك الدهاء باش يرتجل باش إلى غير ذلك، خصو داك المبادئ ديال التعليم هذيك. لا ما غيمكنش يستند على الورق أو لا على المدونات أو ما يشابه ذلك. يعني كل ثقافة عندها طريقة تلقين ديالها، وأظن هذا جوابي. شكرا مساء الخير. تفضل. واش ممكن تدخل؟ أكيد أستاذ. محمد أمين دبي، مدينة الرباط. السلام عليكم جميعا. شكرا لجمعية روافيد على هذا اللقاء الثقافي. عندي واحد سؤال الأخ العزيز سيد عمر المتيوي. أولا ثلاثة أسئلة إذا سمحتي. ما هي الحدود الجغرافية ديال عود الرمح؟ خصوص في النشأة ديالو، واش نشأ في البلاد العربية كاملة، لأنه كان قلوا العود عربي، واش هو كان في المشرق أو لا كان في أوروبا؟ ثانياً أنت سي عمر المتيوي فين كتوجد راحتك؟ واش في العود العربي، عود الرمال في العزف، أو في العود إن صح التعبير الشرقي؟ والسؤال الثالث، لاحظنا تبارك الله في الفرقة الموسيقية ديالك المحترمة والعتيدة ما قحمتيش الجوق في الجوق العود العربي، مع أنه كاين ثلاثة العازفين أو أربعة ديال العود. وشكرا. شكرا سيدي الأمين على السهر معنا في هذه الأنسية الطيبة، وكنشكرك على الشهادة ديالك وعلى يعني حبك لهذا الفن وهذا الموسيقى والتطلع ديالك في هذا الميدان. إذن الحدود الجغرافية هي مغاربية. إذن كتبقى أوروبا، ما كنعرفوش أن واش العود كان في الأندلس، ما عندنا حتى شي دليل ولا مصدر تاريخي. إذن العود في أوروبا تطور بطريقة مختلفة، لأن دخلوا أنماط ديال ليتيروفوني لا بوليفوني لا لو كونتربوان، يعني الموسيقى مشات في تطور آخر حول الأصوات المتعددة إلى غير ذلك. فإذن العود لم يبقى صالحا لمواكبة الموسيقات التي ستتطور في أوروبا، ولكن مع ذلك صمد حتى القرن الثامن عشر وله قيمة حتى اليوم، ولكن بطريقة يعني الدساتين، طريقة الليزاكور، يعني يختلف المنظومة تختلف كليا. من الجهة الأخرى في ليبيا كنعرفوا أن النوبة كانت تعتمد على الآلات الإيقاعية وعلى الزرنة في الزوايا، وما كنعرفوش في أي حقبة العود التونسي يعني دخل إلى ليبيا، ولكن في تونس معروف وهو قديم، وكاين الوثائق وكاين كل ما نحتاج إليه لوضعه في مكانه. بالنسبة للمغرب هو العود كان السائد، فشوف غير الفرق، وكنشوفوا فرق كثيرة يهودية في الصويرة كتلقى فرقة فيها جوج ثلاثة العيد الرمال بجودة وبصناعة كبيرة. احنا هنا في تطوان يقال ان هذا العود الضويس كان معلم كيصنعوه الى غير ذلك، وموجود يعني الاثر ديالو. في مدينة فاس في البطحة كاين اعود كثيرة. بن حربي صنع هذا العود، ولكن كما قال خالد بالهيبة بتأثير شرقي، فإذا هو حاول عليها العيدان ديالو عاو الشرقيين فيهم أثر ديال العود الرمال، ويعني حاول أن يجد هذا توافق ما بين. القضية الأخرى أن الاندثار
عود الرمل كانش عند بزاف الأسباب، وأقول دائما نفس الحكاية. اليوم إذا أردت أن أقتني جيتار من إسبانيا، يعني جيتار إسبانيول في أي مكان من المغرب أو خارج المغرب، فالأمر جد سهل لأن موجودة ومتوفرة وإلى غير ذلك. حنا في الصغر ديالنا حتى العود الشرقي ما كانش كاين، ومعروف أن في ضرع ديل يعني بفاس، وهو يعني المعهد الموسيقى التراثية، كانوا كيبداو بالسويسن لأن العود غير متوفر. فإذا الصناعة عندها علاقة الـ يعني لي كونديسيون ديال لا بغيتي تقول المعيشية إلى غير ذلك، هي كتأثر في هذه القضية. فإذا هذا الجواب الثاني. بالنسبة للراحة دابا كتطلب مني واحد الحاجة اللي هي أظنها جد واضحة. أنا نشأت مع العود الشرقي، فمن البديهي أن الاستماع ديالي منذ طفولتي إلى المشيب في واحد الآلة معينة، بواحد منظومة معينة، بالشافعي، بمحمد بن العربي التنساماني، بالمختن فرج إلى غير ذلك، يعني تلك النبرات، تلك الزخارف، تلك حفظناها واستعبناها وعزفناها إلى الجنون. فإذا الرجوع إلى هذا العود بالنسبة لي كان غير كدراسة أو لك يعني تطفل على المعرفة، ولكن لما التقيت مع سليم الفرقاني أدركت أننا مخطئين، وأننا لا يعني البعد الجمالي ديال هذا الآلة وشني يمكن لها تضيف، فهو كيبقى دائما في بين قوسين. ولكن إذا فهمنا ذاك الطريقة ديال سليم الفرقاني إلى أن سيدي تسجلوا له عبد الرحمن هذا مارك لوبويت كامل غير بالعود وصوته، هاد التحفة هذه اللي خلنا مارك لوبويت كيخص المغاربة كاملين أو الدول المغاربة يكون عندنا هذا التسجيل هذا، نستمع ونعيد الاستماع ونتعلم الاستماع من جديد. هذا هو ما لأن الواقع ديالنا العود ديالنا الحقيقي هو هذا، شئنا أم أبينا. فإذا ما يمكنش جدودنا يعني ما كانوش، علاش غيروا هادشي، علاش غيروا الأوتار، غيروا إلى غير ذلك. فإذا كانت أسباب بحال غتقول لي حيد الموشح والزجل لأنه ماشي موزون، البحور الخليلية ما لا تعترف بهذا النوع من الأدب. نفس الشيء أنا بالنسبة لي التطور ديال الحضارة ملي كيتقوى كنقدروا يعني النوع من التحدي، يعني الوطن الحد باش يكون في الوضع الثاني، هذاك النوع من التحدي ولا ذاك الزخرفة اللي غتخلق والطبوع كيفاش غنسمعوها ستختلف كثيرا كثيرا كثيرا. وإلا سمعت إذا شجرت الطبوع التونسية أو القسنطينية غنفهموا شني هذا العود كيفاش، يعني ملي كيقول جس الرهاوي اللي هو النهاوند في الشرق أو المخابيل ديالو عندنا كنسميه السحلي، يعني الكلام كيمشي مع النغم، يعني كاين الطبوع، يعني بحال حنا هذه المنظومة جد مهمة كتعطينا فكرة على شجرة الطبوع، يعني التأثير ديالها وإلى غير ذلك. ولكن خصكم أنتم يعني كيخص الشباب اللي يهتموا أكثر، ولكن أنا قطرة في بحر، ماذا عسايا أن أفعل بهذه الآلة الجميلة. كان احنا صنعنا جوج ديال لي سبيسيمين، واحد بقي عندي، واحد هديناه صاحب الجلالة، فإذا هو عود واحد هو هنا. ولكن إذا كانت إرادة من طرف الوزارة أو من طرف جهات معينة فالصنع ديالو ماشي صعيب ولا هذا، بالنسبة لخالد والهيبة ولا هذا غير شبه المقاييس مع كريستيان غو وغير شوف داكشي كارلوس بانياغوا ويمكننا نصنعوا هذا العيدان. فإذا كيخص المبادرة وكيخص يعني تغيير شوية لي ريفليكس، لأن العود حتى العود الشرقي في الموسيقى الأندلسية تقع عليه البيانو، وهنا غندخلوا في يعني في مسألة الآلات وإلى غير ذلك.
فلا مجال لي. وشكرا جزيلا سيدي. شكرا سيدي عمر. شكرا لك. شكرا. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. شكرا سي عمر على هاد الأجوبة. واش مفهوم اللغة ولا بالنسبة للمشاركة ما تدخلوش؟ خصنا نشوفوا معاه كيفك. سيدي عبد الرحمن كاين سي امين شعشع اللي بغيت تكلم تيطلب الاذن. اكيد اكيد اكيد. بغيت غير نقول واحد الكلمه صغيره، اننا الاخوان رانا بعت الرابط ديال الموقع المنتدى اللي حنا عملناه. غادي نقبلوا اخر سؤال لان طرقنا باش نوقفوا مع ساعه وعشرين ساعه ونص، وهادشي خدا اكثر من الوقت. والفيديو غادي يكون على المنتدى، والأسئلة يمكن تجيب من بعد على المنتدى، وكل المشاركين يمكن يشاركوا معنا ويمكن يكون في حوار في المنتدى. شكرا جزيلا. السؤال أستاذ. السلام عليكم. أنا بالنسبة للمداخلة ديالي ماشي سؤال ولكن مجموعة تعليق على هذا الموضوع هذا. أولا في قضية ما ذكر سيدي سفيان قديرة، يعني لماذا سنستعمل عود الرمال، أو هل يصح استعماله أو هل يجب استعماله؟ أنا أظن شخصيا أن كل تجلي أو كل تجليات حضارة معينة يجب أن تكون متناسقة، هذا من شروط سلامة الحضارة. يعني إذا أخذنا مكونات حضارية من حضارة أخرى ثم أدخلناها في حضارتنا بصفة مفاجئة، فهذا هو ما يسمى الله يحفظ الجميع السرطان. التغيير يكون تغيير سليم. فمثلا ما فعل ابن باجة من مج غناء النصر بغناء المشرق، لأنه فعلا غناء النصر وغناء المشرق كان يشكلان واقع الموسيقى المحلية، واقع الشعب الأندلسي، الشعب المخضرم بين المسيحيين والمسلمين العرب والرومانيين إلى آخره. إذن الشيء السليم هو ما ينبثق عن واقع الشعب، وعود الرمال ينبثق عن واقع المغرب، واقع المغرب واقع الجزائر واقع تونس. إذن فقط بهذه العملية العقلية أو بهذا التفكير العقلي يمكن أن نستنتج أنه أدرى عود الرمال أدرى بواقع الألحان الأندلسية. يبقى المشكل هو أننا كما قال سيدي عمر فقدنا ذلك حلقة بين استعمال عود الرمال قبل الأربعينيات إلى الآن. هذا هو المشكل الذي يجب أن 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 نحله. هذا من جهة. ومن ناحية النغمات الثمان اللي هي مذكورة بزاف، مذكورة مثلا عند أقدامي، مثلا ذكرها البعصامي، النغمات الثمان التي عليها مدار الألحان، أنا لا أظن أن هي نغمات الثمان بكل بساطة، يعني دوريمي فاصولا سي. هناك مفهوم مشابه لدى المسيحيين في الفترة الأندلسية وهو أوكتو إيكوس. أوكتو إيكوس هما نغمات الثمان أو سلاليم الثمان المستعملة في الموسيقى الوسطية. لهذا يجب أن نفتح هذا الباب ونعتبر أن نغمات الثمان هي إمكانيات بداية السلاليم، وهكذا بهذه الطريقة تم إنتاج كل طبع الموسيقى الأوروبية، دوريا وفريجيا وليبيا إلى آخره. للأسف كان هناك مرجع قيم حول النغمات الثمان في مدينة تطوان، إلا أن الإسبان أخذوا سنة 1860 عند استعمار المدينة، وهو الآن في مدريد. سمته باحثة كتاب نغمات الثمان. على أي حال هذه نقطة ثانية. لماذا أنا أظن أنه نغمة الثمان ليست هي نغمة الثمان التي عليها مدار الألحان، بمعنى النغمات التي تستعمل في الموسيقى الأندلسية؟ لأن الموسيقى الأندلسية لا تستعمل ثمان نغمات، وأنا لا أقصد ديزو البيمول، لكن أقصد الدواوين التي ذكرها السي عمر. مثلا ديوان الاستهلال هو 11 نغمة من الصول الغليظ حتى الضوء الرقيق. ديوان الحجاز الكبير هو ديوانان 15 نغمة. والدليل على أن 8 نغمات ما كتعطيش الموسيقى الأندلسية ماشي كافية باش تعطي الموسيقى الأندلسية هو بعد الأمثلة اللي سمعنا، العود العربي أو العود الرمال. هو مثلا الحين كنكونوا كنعزفوا مثلا حسين، مثلا
ونعملوا الوقفه في ثقيله المفروضات اللي هي الضوء. كتعرفوا انه من مثلا من من, من العادات الاندلسيه هو ان احنا مثلا نكون على الريف من المايا كنعملوا وقفه على الضوء عاود كنرجعوا للريف. مثلا فا مي فا سول لا سول فا مي ري سول فا سول لا سول فا مي فا لا سول فا مي ري دو دو ري فا سول فا مي ري دو ري. هذه كاينه حتى في الاله بر عطوف اللي في علي الخير امر عاود كنرجع باش كنكملوا على غير هذاك الضوء. مثلا في الحالات اللي شفنا في الامثله العود عود غرام لا يستطيع ان يقدمها كيمشي الضوء الدقيق وعلميا الدقيق ماشي هو الدغلط. هذه من ناحيه من ناحيه الطريقه التقليديه فعلا الطريقه التقليديه مهمه الطريقه التقليديه مهمه خصنا نحافظ عليها لان حتى هي انبثقت من الموسيقى من الواقع الموسيقي المغربي. ولكن خصنا كذلك ناخذ العلم لان كيف ما قلنا البارح الموسيقى وواقع الموسيقى ديالنا هو موسيقى بدون علم موسيقى بالتقاليد. هذا مشكل. ومن ناحيه المحاكاه مثلا العود في تونس او مثلا في الجزائر هي فكره جيده لانه هما مراجع اليوم لان للاسف حنا في المغرب فقدنا المراجع ولكن خصنا دائما نبقاو بالتحفظ الواجب لان الاله ماشي هو الغرناطي ماشي المالوف ماشي هو الصنعه. كل واحد عن العالم وكل واحد عنده التاثيرات ديالو. المالوف عنده تاثيرات شرقيه قويه وغرناطي عنده بعض التاثيرات اللي هي جزائريه عثمانيه الى اخره. يعني دائما خص يكون عندنا التحفظ ما يمكنش نعملوا نسخ ولصق كوبي كولي اللي جا من 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 دوله اخرى واخا كملي كنسموا مغرب. كل واحد عنده واقع ديالو. واخيرا على السؤال سيدي محمد امين الدبي استعمال العود الشرقي بدا حوالي في الثلاثينيات وكان طبيعي ان المسائل الشرقيه والغربيه تغلب لان دخلنا في واحد العالم عالم المظاهر وعالم السرعه وعالم الامور اللي دغيا كتدخل البال. مثلا الدربوكه مثلا البلاستيك علاش غلبت؟ لان عندها صوت قوي وصوت صافي او كيف ما اسميها انا صوت الكتروني وهذا خطير. يعني بدينا كنفقدوا المعاني الحقيقيه للاشياء. هي الفرق بين ديك الخضره اللي كتجي عوجه من الحقل ولكن اللذه ديالها ما كاينش بحالها مقارنه مع الخضره اللي هي قطعه من البلاستيك اللي كنوجدوا في السوبر مارشي. هذه الالات الجديده اللي دخلت عندها ديك القوه انها كتجلب الانظار وكتجلب الاسماع وهذا مفهوم اجتماعي لان المغرب دخل في الدوامه ديال هذه العولمه اللي كتبنى على المسائل اللي هي ظاهره وبسرعه يعني تكتسب. ولكن كيبقى القوه وكيبقى المعنى وكيبقى الغنى في العود الرمال وفي الرباب وفي المسائل التقليديه اذا طبعا استطعنا ان احنا نستعملهم بكيفيه لائقه. شكرا استاذ على التوضيحات. وصلنا لاخر الفقره سي عمر والسي عزيز بن عبد الجليل والسي خالد لو عندكم كلمه الختام ويمكن لنا نكملوا هذه المحاضره عبر الموقع عبر المنتدى اللي انشاناه وتنتمنى من كل المشاركين انهم يتسجلوا فيه ويرفعوا لنا كل ما يمكن أن يهم المستمع والفنان والباحث الموسيقي العربي. شكرا جزيلا عبد الرحمن. إذا سمحتي كاين بعض الناس سي عزيز العالمي نزيد ولو ربع ساعة الله نطلبوها منك فضلا منك. ألف مرحبا سي عزيز. سي عزيز العالمي. سي عزيز العالمي أناس الملحوني تواره زيدو. إذن مرحبا بكم. شكرا زدي عمر وشكرا على هاد لا ديروغاسيون. طبعا الشكر لجمعية روافد الشكر لزدي عمر المتيوي. وصراحة أنا أولا هيجتيني وهيجتني الأستاذ البروفيسورو ملي شت لي زيماج ديال رويومو اكسيتيرا. أنت كتعرف أنه حط لي الشرف أنه مريت تقريبا أسبوع تما في رويومو التقيت بالأستاذ مارسيل بيريز
وبالطبع تكلم لي على هذاك اللقاء وراني الصور والى الان كنعتقد انه ان شاء الله لابد يكون مشروع من المشاريع اللي يكون مع هذيك المجموعه. وانت كتعرف انه كاينه علاقه شخصيه كتربطنا بهم الان واللي كتجعل انه يمكننا نديروا اعمال ثقافيه في هذا المجال. انا السؤال ديالي محدود وعنده صبغه عمليه وتكلمت عليها سيدي عمر. الحاجه الا ما موجوداش ما يمكن لنا شيء نستعملوها. هذا العود ديال الرمال بالطبع كاينه اليوم التقنيه ديال الصنع ديالو، ما تكلمنا شيء على الاوتار، والاوتار ما كتشمل شيء غير العود، كتشمل العود كتشمل كذلك الكمال كمان ديال 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 التقليدي اللي ماشي دخل. ما المستجد؟ شنو اللي خاصنا باش تكون صناعه ديال الاوتار؟ حنا عارفين كيف ما تكلمت عليها عندنا المصران مزيان في المغرب، وانا كنظن انه اما في اطار الجمعيه ولا تخرج الجمعيه هناك وسائل اللي كتسمح لنا اليوم انه نفكروا نوضعوا مشروع صناعي، ماشي مشروع غير ديال دراسي، ولكن مشروع صناعي لصناعة العود، ولكن كذلك لصناعة بل لتصدير الأوتار ديال المصران. ولكن هذه مسألة كتطلب تقنيات، كتطلب معرفة، كتطلب مساهمة مجهود. أنا كنظن إذا كانت الرغبة وكانت التقنيات موجودة، أنا شخصيا باسمي الشخصي وكنظن أنه الجمعية دائما كترائدة في هذا المجال، الجمعية ديال هوات الموسيقى الأندلسية بالمغرب، مستعدين أنه نواكبوا هذا المشروع. علاش؟ لأنه هذا كنعتقد أنه وربما سنتهم بأنه لوبي ولا اقتصادي ولا أي شيء ما كيهمنا. هنا اللي كيهمنا هو أنه ننتجوا شي حاجة تكون غادية في الاتجاه، لأن المغربي الحمد لله أنا ما كنطرحش هذا السؤال ديال الأصالة والمعاصرة والعود جديد والعود قديم. حنا في المغرب كناكلوا الفرشيطة وكناكلوا بيدينا وكنلبسوا جلابة ولبسوا كوستيم، وعندنا الصالون البلدي والصالون التقليدي، الحمد لله ما عندناش هذا الإشكال بتاتا، ما خصوش يطرحوا، ما عمرنا كنطرحوه. هذا كان أنا كنعتقد على أنه كيمكن لينا نتجاوزه، ولكن نبغي إلا كان ولو نتوصل بها تكون معطيات عملية اللي جعلنا نتمكنوا شنو الوسائل التقنيه اللي خصها تكون. وربما هذا مشروع اللي كومبومونتي كمشروع قائم الذات واللي الجمعيه مستعده وانا شخصيا مستعد انه يمكن لنا ندخلوا فيه. للتذكير فقط انه بالطبع حضرت الجمعيه بالشرف بانه الاستهلال اللي تكلمت عليها سيدي عمر كان عندنا في الجمعيه، كذلك حصل لنا الشرف انه استقبلنا الفلكاني، كذلك استقبلنا هاد ولكن مع الاسف ما تعطاتهاش الصبغه التواصليه اللي كان خصها تكون فيها انذاك، لان ربما الكل ما وعاش شنو هي القيمه ديال الناس اللي كنا كنجيبو في ملتقى اللي شتى ما انعت بالاصابع اللي هو اندلسيا. وشكرا. شكرا سي عزيز العالمي. إجابة جد سريعة، أتفق معك في القضية ديال صناعة الأوتار. فإذا احنا ما نساوش أن مازال قناوة محتاجين في الأوتار للهجهوج. لما رأيت رويشة جاء عندنا في مهرجان طرب طنجة وعلى يعني الأوتار الآلة القديمة العريقة الأطلسية وتر من يعني النايلون، يعني كدت ان ابكي. فهذا هو اللي كنسميه الدمار الشامل. فاذا القضيه ديال الصناعه بحال اللي قلتي مبادره ديال دي ان دي اش ولا شي حاجه صناع الى غير ذلك. فاذا مازال في مراكش كيصنعوا بزاف ذاك الاوتار، ولكن المشكل وهو ما كيضبطوش القوه ديالها، السلاسه ديالها باش تكون السمك ديالها كيتبع. وهذا المشروع هذا عباد الله راه مفتوح على اوروبا، لان اوروبا تحتاج لهذه الاوتار. يعني اللي غيصنعوا هنا غيسوقوا في اوروبا، وهذا لي كورت سافاريس راه بحال اللي قلت لكم، يعني الاربعه ديال اللوطار ديال العود راه خصنا 100 الاورو، شكون اللي غيجيبها من فرنسا ولا من ايطاليا ولا من المانيا؟
فإذا حقيقة هو مشكل، وأشكرك على فكرتنا في الأيام الحلوة مع الاستقبال الوفد المغاربي، كانت ليبيا تونس في خشبة واحدة، كان تكريم للحاج طه الفرقاني يعني عميد الموسيقى من مدينة قسنطينة الجزائر الشقيقة، وكان لقاء جد جميل، وكنشكركم بزاف لأن أنتم إخوة بالنسبة لي. بدأنا المشوار مع بعضنا تقريبا من اللي خديتوا المكتب الجديد، والحمد لله الثمارة احنا كنشوفوها اليوم وما زلنا نستمر. لنا سؤال مع الأستاذ أناس الملحوني. شكرا لكم سي عبد الرحمن، وشكري موصول لكل فريق العمل اللي كيرافقكم في هذا المجهود الجبار، والأكيد على أن هذا اللقاء بالمستوى العلمي البادخ ديالو أكيد لقاء استثنائي ونوعي كبير. سؤالي بسيط وفقط مواكبة لبعض الأنشطة، منذ 10 أيام تم تقديم بمدينة الصويرة لعود رمل أضيفت له صفة الصويري، وهنا هذا حدث لي واحد الإشكال، فسؤالي هل من خصوصية لهذه الصفة التي أضيفت إلى عود الرمل؟ أنا لأول مرة يعني أقف على حفل فني تم تقديم هذا العود هذا إلى بيت الذاكرة بمدينة الصويرة، وتقديم نسختين، النسختين تم صناعة ديالهم من طرف المعلم الحري بمدينة الرباط، وهاد لي دو سبيسيمين تقدموا لمستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة الصويرة. فهل هاد الصفة التي أضيفت إلى عود الرمل من امتيازات، هل من خصوصية تميز عود الرمل الصويري عن عود الرمل بكل بساطة؟ وشكرا لكم سي عمر المتيوي. شكرا سيدي على هاد التوضيحات، وتهدي محطة جد مهمة. احنا شاركنا في الصويرة في 2019 ورفعت هذا العود امام المستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، وقلت هذا هو العود الصويري، فاذا هو يكتسي الاسم، هو عود يعني ترى ما المقصد تقل العود، ملي كنقولوا العود يعني خصنا نفهموا انه عود الرمل او عود على الصويرة، لان الصويرة اشتهرت بصناعته، وكان اليهود يهتمون به كثيرا ويزخرفونه بمقياس كبير وإلى غير ذلك. ولكن في فاس كذلك نفس الشيء، عيدان اللي لقيناه وشفنا السبيسيمين ديالهم ما شاء الله، يعني في الجودة في لفاكتور لورغانولوجي، خصنا نعرفوا نفتخروا بهذا الشيء، لأن هذا أنا لومبرلين ديال المغرب خصو يكون هو العود الرمال، يعني ما تصورش الدقة وهذا الشيء بالشهادة ديال هاد الصناع هادو ديال كريستون غو ديال كارلوس بانياغوا ديال إلى غير ذلك، كيقول لك يعني آلة كاملة بجودة خارقة فيها جميع المقاييس الكلمة اللي كنقولوا علمية، ولكن العلم بين قوسين متوفرة فيها. فإذا قلت أن هداو جزء ديال السبيسيمين أندري أزولاي، إحنا تشرفنا وهدينا النسخة إلى صاحب الجلالة، فإذا اللي يبغى يفهم يفهم. وشكرا. شكرا شكرا سي عمر، شكرا سي أنس على السؤال. شكرا لكم شكرا لكم. آخر سؤال. أوكي. الله يخليك يا سيدي عمر. وحتى الله يحفظك. الله يخليك، جيتي لعندنا جوج ديال نوبات الدار البيضاء حامل عود الرمل. نوبة في ميغاراما جو بونس، ونوبة في داك القدام السيلة اللي عاد دابا ذكرتي. علاش ما تبقاش دائما بالعود الرمل وتكون انت هو الرائد في عود الرمل وتلعب كل السهرات عود الرمل؟ لأن العود الشرقي راه عندك معك العواده اللي كيدير الشرقي، علاش ما تبقاش انت وتوطدو في الجوق ديالك؟ غادي تكون انت دائما بالعود الرمل بحال اللي قال السي الامين، يعني دابا حنا وفحال اللي قال السي العالمي، عندنا الرومي والبلدي. يعني وعاد تلبس دائما البلدي، ولكن كيخص التوازن، يعني بحال دابا العود الشرقي هو سيتي فيراري، وغنشبر انا
ما نعرف هذا غونو كاتخ ديال اولا سيتروين اولا هذيك اللي كانت بحال الفكرون وغتقول لي عزف. اولا قلت لك عندنا مشاكل في الاوتار لان كل ما تعزف بالوتر راك تقطعو خصك استيراد الاوتار، هذه المشكله الاولى. الصوت ديالو الانسجام ديالو مع الات اللي تستعمل الوتر نحاسي الالتو للفيولونسيل الى غير ذلك، جميع الالات كتستعمل اصوات صلبه قويه يصبح هو في حاله من الضعف. غنعطيو الميكرو باش نكبر الصوت، ولكن مازال ما عنديش انا تقنيه كافيه باش نتحمل العود الرمال عليها. كما قلت هذا العود هذا لن نعطيه للشباب يبداو به، يبداو الفكره يعني ترمل لهم الدماغ ديالهم. يعني في اول اله يبدا بها هي هذه الاله، غتشوف العجب العجاب. وهذه التجربه عملناها غير مع بنو ديال سيدي عبد السلام بوخبز الله يرحمه، حمزه اللي كيعمل الرباب واللي كيعمل العود الشرقي، ولكن مازال صغير. خداه في واحد بسرعه كبيره تمكن من العزف عليه، ومع كنا كنمشيو لقسنطينه وعندنا اشرطه كثيره، وكان يستمع الى الموسيقى القسنطينيه، ما لقى حتى شي صعوبه في استيعاب داك يعني الدوزانه المخلوبه ديالو. و عزفت به ميزانا كاملا في 2010 في مدينه فاس، ولكن ما استعملتش العود الشرقي، عملت جوج اعواد بجوج بهم عربي باش ما يفهمش علي انا فهمتيني يعني انت رئيس وما كتخرجش من قد كمين، كيفاش غتسير؟ جد صعب القضيه. والقضيه اللي صعيبه فيه واللي ان شاء الله نوعا ما الامين هو الشونجمون ديال لوكتاب. انت كتغني مني كتمشي لذاك الوتر الثاني اللي هو الحسين اللي حد، انت كتبقى في اوكتاب وكتعزف في اوكتاب. دونك هادي سي با فاسيل اجيري، ولكن الي جيراب، لان سالم الفرقاني حتى في الاستخبار اللي هو الموال ديالنا يصاحب نفسه بالتفاصيل كامله. وهذه خاصيه شاهدتها غير في قسنطينه، لان باش الموال اللي هو الارتجال واللي هو ما غير موزون الى غير ذلك تغني وتصاحب راسك فجد صعبه. ولكن سالم الفرقاني من عائله موسيقيه عريقه، والعود القسنطيني يعني انا قلت لك يعني لم يستطع العود الشرقي ان يجتاح مدينه قسنطينه، وهذا من الخصائص الكبرى. وشكرا سيدي مولاي. سيدي عمر ملاحظه اخيره الله يخليك، اسمح لي. نعم غير باش نعطي اضافه معلومه للاخوه خصوصا لذاك نسينا اللي تبارك الله عليك هو الرائد اليوم في ميدان عود الرمال، هو انه في تطوان باقي اخر انسان في المغرب اللي عنده علم صناعه عود الرمال بدون قطع، يعني ماشي جابه من جديد، باقي كيصنع عود الرمال من الفتره ديالو. سيدي رشيد الريسولي هذا كان من الناس اللي كبروا مع شقاره، وكان كيعزف مع جوق العياشي الراجلي يعني المرحله اللي قبل التمثالي، وعنده يعني عاش مرحلة الأربعينيات وكيصنع العيدان، وكيصنع العيدان من ذلك الفترة هذيك بطريقة الضويس كيف ما قلت، اللي هو الاسم دعوة الرمال في تطوان انطلاقا من المعلم الكبير الضويس اللي كان هنا يعني. وهذا السيد هو الآخر واحد اللي باقي في المغرب يعني بدون انقطاع في ممارسة صناعة عود الرمال. عارف شنو دابا مسكين راجل كبير ومريض ويعني حالته حالة مسكين. غنزوروه بعدا ونحيوه مع الرحيم إن شاء الله. إن شاء الله. لا سيد عظيم، سيد عظيم وعازف ممتاز جد مهم، الفكرة رائدة إن شاء الله. نجي عندك وانت غديني عنده إن شاء الله. مرحبا مرحبا. لا شكرا معنا واحد الباحث من كندا اللي أستاذ جامعي في الرياضيات واللي عمل بحث على العود ولكن بطريقة رياضية، وأظن عنده une publication في هذا الميدان، ونتمنى أن أولا يقول كلمة. سي حسن، سي حسن المنوزي، أوكي
سي حسن انا نتمنى ان شاء الله ياخذ اتصال مع سي خالد بالهيبة وشوف كيفاش وطقوا هاد عود الرمال بطريقة اللي دار هاديجا هو راه عنده قلت لك بحث راه حاطوه في المنتدى ونتمنى نشوف غير اشنو غادي تعطي هاد التجربة هادي بطريقة انا امامكم جميعا اطلب من خالد انه يهتم بالعود الرمال ويعني ذهبت الى 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 ورشته مع سيدي معاد الجمعي وسجل فيديو سيدي معاد الجمعي اللي هو نائب الرئيس السابق ديال جمعيه هواه الموسيقى الاندلسيه بالمغرب يعني هو هالاخوان معنا السي عزيز والسي منير والسي معاد راه يحتفظ بكل شيء هذا الفيديو الى طلبتوا له راه مازال عنده دخلنا للورشه وسجلوا ووعدنا يعني هذه 10 سنوات انه سوف يصنع العود الرمل ولم يفعل شيء لان العود عنده طلبات كثيره كنعذروا يعني كيخص مشروع يكون يعني باش يعوضوا الصناعه ديال اله وحده لان ما عليهاش طلب الى غير ذلك ستدخل في اطار يكون مدعم من جهه معينه. سي خالد ما قلنا شي كلمه خدم الميكرو. لأنها فرصة طيبة في الحقيقة باش نفتحوا هذا النقاش. سي خالد ها انت معنا لا واش كاين الكلام ولا كذبت عليك؟ لا كاين تماما كاين هذا الكلام سيدي احمد الله يرحمه سيدي احمد الشيكي جاب لي انا كنت هذا في بورغون هذه راه 12 ولا 14 سنه جاب لي الله يرحمه الضليعه ديالو راه باقيين دابا الان عندي وجبتهم معنا باش نصوب ليه الضير ديالو وكذا سيدي معاد كاين الاخوان كاين سيدي حاتم كاين طلب عليه يعني المحبين فهنا غير ما كما قلتي نظرا دابا اختصاص ديالي ديال العود اللي هو العود ديالنا دابا كاين الناس صار عندي واحد الضغط فيه ولكن هذا اللقاء دابا اللي دوينا فيه غيكون ان شاء الله تحموس كثير ان شاء الله ونصبوه واللي وممكن واحد الفكره اللي هي نصبوا عود رمل بالنسبه للاطفال الطفل الصغير كما قلتي الدراري اللي كانوا بغاو يتعلموا يكون نفس العود بمقاييس حسب الطفل لان الطفل بيعطي العود رمال هو فيه واحد الصعوبه بداك المقياس كبير يقدر يجيه صعب شويه نفس المقياس هو يكون بالنسبه للطفل الصغير واحد المقاييس صغيره مع احتفاظ نفس القاعده فهمتي يعني تصنعوا عواد جد مهمه الدراري الصغار اللي غادي يبداو من الاول باش يلقى واحد السهوله فهمتي شرتي واحد القضيه واحد القضية شرتي إلى السي خالد غير بالنسبة للإخوان القضية قلتي يعني العبار ترى في المشكلة في اليد يعني في الدرع في لا في الصغير ديالو أنا ما عندي مشكل فيه هو نصغره ما كاينش مشكل بالضبط نفس المقاييس ولكن هي صغيرة لا غير بغيت نقول أن المحط يعني فين كينزل اليد بالنسبة للعود اللي عنده الدرع أطول من العود العادي فهو أبعد يعني المي والفا ما يمكنش تعملها بالسبابه وبالوسطى وهذه جد مهمه باش نفهموا لان السي عبد العزيز تكلم على ان ما يمكنناش نستعملوا الوسطى والخنصير فاذا القضيه ماشي غير ما يمكن يستحيل لان المحط داك الاله كتطلب منك داك لابوزيسيون هذا دابا مثلا حيت الوتر كتكون فيه 63 64 فكاين سميتو حنا غادي نقلصوا الوتر الوتر يعني غادي يهبط ل 57 وممكن اقل في نفس الشكل ديال العود بالمقياس ديال الدرع اللي قلنا جوج على ثلاثه ما بين الدرع في جوج ومن الدرع الفرصه في ثلاثه ديال المقاييس فهمتيني يعني نفس الشكل
هنا اللي غادي يبقى الاوتار، الاوتار اللي خصهم يتغيروا السمك ديالهم، غادي يولي خصهم تعمل لهم واحد الدراسه باش يكونوا اوتار ارق باش ينسجموا مع على حساب الطون ديال الوتر. فهمتيني؟ سي بوسيبل، سي بوسيبل. اييه ونتمنوا ما تكونش غير حماسه ديال هذه الجلسه وهذا اللقاء ومن بعد كل واحد غيرجع عند الامور ديالو العاديه. فاذا من الصعب، من الصعب الالتزام بالعود الرابع. بغينا الاخوان العازفين، العازفين انا غير مؤخرا تكلمت مع سيدي فهد الروندا تبارك الله، راه في العود تبارك الله شنو كيعمل تبارك الله في الاندلسي، واحد واحد الشاب اللي هو فنان كبير بلي طرحت عليه المساله ديال العود، راه مال قال لي ودي قال لي راه خاصي غير كيفاش ندوز زي ما عرفتش ليه، ما عرفتش كيفاش واش فهمتيني، قال لي بهذا الفهم فهد العود يعني ما لقاش فهمتيني، انا ما لقاش بحال اللي قالوا الاخوان ديال السيمونيه، انا كاين اخوان كثار نيت نفس سميتو، فكما قال سميتو كما المشروع ديال الاوتار ولا كذا يكون شي مشروع ديال الانتاج ديال العود ديال الرمال. نعم يعني يكون موجود بواحد واحد العدد اللي هو المفروض واخا تقولوا نبداو مثلا تكون واحد 20 او 40 اله كاينه موجوده ديال العود الرمال، كاينه موجوده هذيك الساعه ربما يتبنى البرنامج ديالها شنو يتعمل بها. تماما تماما اتفق معك. المهم شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المحاضرة وعلى هذا اللقاء. غادي نكملوا الأسئلة على المنتدى ونتمنى من المشاركين يشاركونا بكل ما يهم الباحث أو الفنان العربي المنتدى. نتمنى لكم ليلة سعيدة وشكرا مرة أخرى للأستاذ عمر متيوي، الأستاذ عزيز بن عبد الجليل وكريستيان هو وخالد بالهيبة، ولكم جميعا جزيل الشكر، ليلة سعيدة. نذكر السي عبد الرحمن أن كاين عرض موسيقي بعد أكيد أكيد والإخوان يمكن ما عارفينش اللي بغى يسهر معنا راه كاين عرض موسيقي سوف راح نستمعوا في العود عرضي. اهلا تبارك الله عليكم شرابيس. هلا شكرا جزيلا على هاي الامسيه الحلوه. تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. على سي عمر سي عزيز هذا عمر جميل. انا اسف ما دخلت لي الهوايه، ما دخل النت اليوم ضعيف كلش ضعيف النت في صوتي يروح ويرجع وهذا، بس المهم انا محاضر وياكم.